السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بكم. وهذه التغطية الخاصة، تغطية خاصة من شاشة الأهلي لنقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه النادي الأهلي عن الراعي الرابع. الراعي الرابع للنادي الأهلي في هذا المؤتمر الصحفي اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، عشان تضاف إلى باقة شركاء الأهلي. شركاء الأهلي حضراتكم تابعتوا من البداية لما تعاقد النادي الأهلي في البداية مع شركة اتصالات مصر الراعي الرسمي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي، ثم كان الراعي الثاني بنك أبو ظبي مصر الأول، ثم شركة جي إل سي للدهانات، ثلاث شركاء للنادي الأهلي في مسيرته الكبيرة. والنهاردة بتكتمل المسألة أو بتتواصل المسيرة عشان يكون شركة المراسم الدولية للتطوير العقاري للتطوير العمراني هي الشركة الرابعة في هذه الباقة الراعية للنادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والسيد خالد بن لادن رئيس شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني هيكونوا حضور هذا المؤتمر الكبير اللي بيعقد بأحد الفنادق الكبرى، واللي النهاردة قناة الأهلي هتنقل لكم كل تفاصيله إن شاء الله. فكرة إنك أنت يبقى عندك عدد كبير من الرعاة متنوعي الخبرات والمجالات، ده بيعكس قيمة النادي الأهلي، وبيعكس كمان قيمة الاهتمام الجماهيري وقدرة النادي الأهلي بجماهيره الجاذبة لكل هذه الشراكات. شايفين انتوا التنوع في كل المجالات للشركات الراعية، الرعاية لمدة 4 سنوات، لكن هو ده جمهور النادي الأهلي وهي دي قيمة النادي الأهلي السوقية. يا جماعة الرعاية الإعلانية والرعاية التسويقية وهذه الشراكة مع النادي الأهلي لما الناس تبص لها في التطور اللي حصل ليها من أول ما النادي الأهلي دخل في هذا المجال، شوفوا حجم النمو اللي فيها عامل إزاي. ده يعكس حجم النجاح الرياضي، حجم الاستقرار الإداري، وحجم الطفرات الاقتصادية الكبيرة. كل دول ما كانش ينفع يتحققوا، لا ينفع تعمل بطولات ولا تحقق استقرار إداري ولا تعمل نمو اقتصادي من غير قاعدة جماهيرية كبيرة. القاعدة الجماهيرية الكبيرة هي اللي كل العملية التسويقية بتستند إليها. أنت حجمك إيه في السوق؟ لا هو لا بالكلام ولا بالإدعاء ولا ببطاقة التمويل حتى. أنت حجم قيمتك السوقية إيه؟ دي من منطلق قاعدتك الجماهيرية حجمها قد إيه؟ الجمهور المتابع ليك والشغوف بيك والمهتم بيك والمتابع ليك حجمه قد ايه؟ لما يكون النادي الاهلي بين اكبر انديه العالم اللي حساباتهم الرسميه على السوشيال ميديا متابعه، ده يعكس اللي انا بقول لكم عليه النهارده، ده يعكس هذا الشغف في اهتمام الرعاه بالاقبال على النادي الاهلي. الاهلي عمل الشراكات الثلاثه اللي فاتوا، النهارده بيكمل الرابعه وبتواصل او تتواصل المسيره في اتفاقات تاني جايه ان شاء الله. العقد لمده 4 سنين، في كل المزايا طبعا للشركه الراعيه وفي كل الحقوق للنادي الاهلي. اما تبصوا على الرعاه بتوع النادي الاهلي، في حتى الرعاه اللي اتكرروا، يعني في رعاه مستمرين مع النادي، وفي رعاه بعدوا ورجعوا، وفي رعاه كانوا موجودين من كام سنة ورجعوا تاني. لما تشوفوا الفروقات بين قيمة اللي كانوا بيدفعوه للنادي الأهلي في عقود سابقة واللي هم راجعين النهاردة يدفعوا أضعافه تاني، ده يعكس أولا الناس دي جربت النجاح مع النادي الأهلي، والناس دي عرفت تعمل الارتباط بجماهير النادي الأهلي، وبالتالي أصبح كانت بتدفع 5 مستعدة ترجع تدفع 105. ليه؟ لأن هي حققت الربحية الكافية جدا واستفادت من هذه العلاقة في الارتباط مع النادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي، وهي دي قيمة الارتباط بالنادي الأهلي. النهاردة الشريك الرابع أو الراعي الرابع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني
في هذه التغطية الخاصة. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل مع وقائع هذه التغطية. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في التغطية الخاصة لنقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي الأهلي بأحد الفنادق الكبرى لتقديم الشريك الرابع للنادي الأهلي والراعي الرابع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. مسألة مهمة جدا ومؤتمر مهم، عشان كده خلونا نرحب باتنين من ضيوفنا النقاد الكبار، الأستاذ عصام شلتوت. أستاذ عصام أهلا بيك. الله يكرمك يا أستاذ إبراهيم، كل سنة وأنت طيب. وكل سنة وأنت طيب. ربنا يخليك، ويا رب كده عام سعيد على النادي الأهلي وجمهوره العظيم. إن شاء الله. والناقد الرياضي المتميز خالد الأتربي. أستاذ خالد أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم، ومبسوط إني مع حضرتك وعلى قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا. أستاذ عصام، الشريك الرابع ماذا يعني؟ يعني اللي قلناه مع الشريك الثاني واستشرقنا على الشريك الثالث، وان النادي الاهلي مؤسسه لديها يعني بكلام الاقتصاد الثقيل شويه على الجمهور، يعني حزم اقتصاديه لدى انتشار غير عادي عند المستخدم لكل ادوات الحياه. وبالتالي انا عايز اعلن عن البيت، عن الغيط، عن الطياره، عن المؤسسه، عن اي سلعه لازم فورا يكون نادي الاهلي. اضف الى ذلك انك وانت بتعمل ده مع النادي الاهلي بتكسب، عارف لما يقولوا ايه دنيا واخره يعني، والقياس مع الفارق، بتكسب انك بتقول للناس عن نادي منهجيته هي المبادئ، منهجيته هي كلمه يعني كلمه، منهجيته ان انت في امان وانت معه، وبالتالي زبونك بالبلد يعني هو ايضا في امان، مفيش بكره الصبح ما تلاقيش اعلانك، الخلاف يبقى خلاف ان وجد على الترابيزه، لكن على الشاشات في اماكن وضع الاعلان لا، ما ينفعش يكون ده حوار بين النادي الاهلي وشركائه زي ما الناس دايما بتحب تسميهم. يكفي ان يعني الشركه اعتقد اتصالات جالها 11% زياده لما عصف ببنراتها، وانت قلت ده يعني لعب صغار يعني. صحيح. فلما ترصد 11% لا، انت عندك هنا كلام كتير يتقال. استاذ خالد، المراسم الدوليه للتطوير العمراني الشريك الرابع للنادي الاهلي، تعليلك ايه؟ ده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي يستحق اكثر، وهتلاقي بالتاكيد كلنا عارفين ان في ارعاء اكثر. النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم هو احد جسور الثقه لاي معلن يريد الوصول الى الجمهور المصري. لأن النادي الأهلي القاعدة الأكبر، الجماهيرية الأكبر، كل شيء بيقول كده على الأرض الواقع، على السوشيال ميديا، على الفضائيات، كل شيء بيقول كده. وبالتالي لو كنت حابب أنك توصل للشريحة الأكبر لابد أنك تستهدف الكبير. خالد الأتربي كله بيقول كده، لكن هنشوف مراسلينا على الأرض في المؤتمر الصحفي. حكاية العمراني دي مهمة جدا جدا، هنرجع لها، بس الزميل فاروق صلاح والزميلة مريم سميح نشوفهم في قاعة المؤتمر، أجواء المؤتمر. مساء الخير يا فاروق. برحب بيك يا استاذ ابراهيم، وبرحب بضيفيك الكريمين الاستاذ والناقد الكبير الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ خالد التريبي، وبرحب بالزميله العزيزه مريم سميح. صفحه جديده من صفحات النادي الاهلي، وعايز اقف يا مريم عند كلمه الاستاذ عصام شلتوت لما قال لك لو بتدور على الامان انت بتدور على الامان في النادي الاهلي. استاذ خالد التريبي قال لك اصول الثقه ممتده لجمهور النادي الاهلي من خلال النادي الاهلي، اعتقد صفحه مهمه جدا. النهارده الشريك الرابع للنادي الاهلي شركه المراسم للتطوير العمراني، صفحه جديده من صفحات النادي. مظبوط طبعا يا فاروق، خلينا ارحب بيك في البدايه. ارحب بيك طبعا يا استاذ ابراهيم، وارحب طبعا بضيوفك الكرام الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ خالد الاتربي. وطبعا يعني زي ما انت قلت يا فاروق، ناخد من كلام طبعا اساتذتنا الكبار اللي ليهم باع طويل طبعا مع النادي الاهلي، وبيتكلموا على فكره المبادئ. يمكن النهارده الشريك الرابع، وطبعا هو شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني، يمكن لو بنتكلم عن المبادئ اكيد شركه كبيره بهذا الاسم يعني وبهذا التاريخ الطويل داخل مصر، اكيد كان لازم لما بتكون بتدور على مبدا ان هي تعاون مع يعني اسم كبير زي اسم نادي الاهلي، وهو طبعا في الشرق الاوسط. يمكن النهارده هو الشريك الرابع طبعا زي ما حضراتكم قلتوا، بعد شركه اتصالات مصر، وبعد طبعا بنك ابو ظبي الاول مصر، وايضا شركه جي ال سي للدهانات. يمكن لو بنتكلم عن بدايه طبعا اكيد او تاريخ شركه المراسم يا فاروق، هنتكلم ان هي يمكن بادئه داخل مصر طبعا منذ اكثر من 25 عام، او تحديدا في عام 1997. الحقيقه ان هي ليها باع طويل جدا في هذا التطوير، وهذه
استثمارات يمكن ليها اكيد يد في تشييد الكثير من النوادي، يمكن المستشفيات، يمكن الفنادق ايضا، وكان ليها برضو يمكن شراكه كبيره جدا في توسعه بعض المطارات هنا في مصر وخارج مصر طبعا، ويمكن ان هي بدات من السعوديه، فاكيد كان ليها هذا الباع الطويل ان هي تكون يعني ليها اعمال كتير جدا في تشييد عدد كبير جدا كمان من المراكز الاداريه والمولات لكبرى الشركات. فاكيد يمكن لما تكون هي عايزه تختار حاجه اكيد هتختار النادي الاهلي طبعا في حجم وعظمه اسم النادي الاهلي. بالظبط يا مريم، يعني استاذ ابراهيم كلام مهم جدا قالته الزميله العزيزه مريم سميح. عايز اضيف على كلامك يا مريم ان شركه المراسم للتطوير العمراني والعقاري تم تشييدها او انشئت على مستوى العالم عام 1931، رقم كبير جدا يا استاذ ابراهيم، انها مصنفه من اهم 5 شركات في التطوير العقاري على مستوى العالم. شركه لما بتدور على انها يعني تفتح مجال في اي سوق من الاسواق بتعمل دراسه تفصيليه مهمه جدا لكافه الجوانب، كافه الابعاد. الجماهيريه النادي الاهلي وقيمه ومكانه النادي الاهلي هي نقطه مهمه جدا لمن يبحث عن النجاح. قيمه ومكانه واسم وشعبيه النادي الاهلي هي تقدر تقول ان هي رمز من الرموز اللي اي فرد بيبحث عن النجاح في اي منظومه، سواء في المجال التطوير العمراني او اي مجال من المجالات اللي النادي الاهلي وقع عقد الشراكه معاها. الجميع بيبحث عن قيمه وشعبيه ومكانه النادي الاهلي، وانه ازاي يقدر يستفيد يا مريم من هذه القيمه والمكانه اللي هي اعتقد اكبر ارث للنادي الاهلي هي قيمه ومكانه النادي الاهلي. اكيد طبعا، وزي ما الشركات يعني كانوا بيكلموا طبعا يعني الاساتذه في الاستوديو، اكيد زي ما الشركات الماضيه استفادت بشكل كبير جدا وزادت طبعا يعني اكيد كل الدخول بتاعتها طبعا، اكيد شركه المراسم هيكون ليها استفاده، ليس بس النادي الاهلي، اكيد اي اسم بيقترن باسم النادي الاهلي اكيد هيكون ليه افاده كبيره جدا. ولو هنتكلم النهارده عن الحضور، يعني يمكن عايزين نتكلم ان المؤتمر هيبدا فيه تمام الساعه 6 مساء، اكيد طبعا بحضور اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا على راسهم طبعا يعني كابتن الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. ويمكن طبعا من الجانب الاخر من شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني اكيد طبعا هيكون في حضور لطبعا الدكتور خالد بن لادن، وهو طبعا بينوب عن مجلس الاداره، او هو نائب رئيس مجلس اداره شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني. اكيد برضو هيكون موجود النهارده المهندس طارق حلمي وهو المدير التنفيذي للشركه، هيكون ليهم كلام كبير، هنعرف اكيد طبعا يعني ايه الخدمات اللي هتكون مقدمه للنادي الاهلي وطبعا اعضاء النادي الاهلي. واكيد طبعا جماهير النادي الاهلي هتكون معانا لحظه بلحظه علشان تتابع اكيد كل الخدمات المقدمه وازاي الشراكه دي تمت يعني خلال كمان الفترات الماضية، أكيد مش وليدة اللحظة ولكن بيتم التحضير ليها يعني منذ أسابيع وشهور كمان. بالظبط يا مريم، وعايز ارجع استاذ ابراهيم اخد من كلام مريم طبعا اضافه على الحضور الموجود هيكون بعض من لاعبي النادي الاهلي الى جانب الجهاز الفني، افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي. طبعا المؤتمر هينطلق في تمام الساعه 6، هيكون في طبعا الكلمه او المقدمه من الاستاذ او الدكتور شريف فؤاد المتحدث الاعلامي المستشار الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي، الى جانب كلمه من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الدكتور مهندس خالد بن لادن نائب رئيس مجلس شركه المراسم للتطوير العمراني. عايز اتكلم في نقطه مهمه وارجع ولو يعني لسنوات قليله جدا يا مريم. الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في بدايه الاعلان عن برنامج الانتخاب لمجلس اداره النادي الاهلي قال ازاي نعزز موارد النادي الاهلي وازاي هننمي موارد النادي الاهلي، طبعا لمواجهه طبعا الانفاق المتزايد في الفتره الاخيره ما بين الانشاء العمراني للنادي الاهلي او البنيه التحتيه للنادي الاهلي بيحاول ان هو ينميها، سواء بوجود الفرع الرابع في التجمع والقرى الجديده اللي هنشوفه قريبا ان شاء الله، ايضا تجديد بعض الاماكن في مدينة نصر، وأيضا البنية والإنشاء في الشيخ زايد، وأيضا الجزيرة، إلى مواجهة كمان طبعا ومواجهة الإنفاق المتزايد في الأنشطة الرياضية. أعتقد كلها سطور مهمة جدا يعني بينتهجها النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وبيسير فيها في خطوط متوازية مع الدولة المصرية. أعتقد نقطة مهمة جدا يا مريم الإطار اللي ماشي فيه النادي الأهلي بالتوازي مع الدولة المصرية. مظبوط طبعا يا فاروق، ويمكن لو هنتكلم كمان عن تعزيز هذه الموارد، يمكن لو بنتكلم على إن ممكن أي حد يتكلم انه فكره ان هي موارد كبيره او يعني مصروفات كبيره، ولكن الحقيقه ان شايفين العائد ده بيعود ازاي على النادي الاهلي، سواء بالشعبيه او سواء كمان بالبطولات والانجازات اللي يعني بيحققها عام بعد عام. ويمكن الحقيقه ان احنا لو هنتكلم على الانجازات يعني حدث ولا حرج عن النادي الاهلي، اكيد انجازات كبيره جدا، ولكن يعني خلينا كمان نختم اكيد بالتنظيم النهارده. الحقيقه ان هو تنظيم عالي جدا لما يعني تم الاختيار ما بين النادي الاهلي وشركه المراسم طبعا، يعني تم اختيار احد فنادق القاهره
الخساره الكبرى. والحقيقه ان هو يعني الحقيقه النهارده الفندق اللي احنا موجودين فيه يعني رافع حاله الطوارئ الحقيقه علشان استقبال طبعا ضيوف النادي الاهلي، وعلشان يكون على قدر المسؤوليه طبعا لاستقبال اكيد ضيوف شركتين كبار او بحجم يعني حجم اسم طبعا النادي الاهلي وحجم شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني. اكيد طبعا هيكون موجود كده يعني عدد كبير جدا يا فاروق من الساده الصحفيين والاعلاميين، مش بس المختصين بالامور الرياضيه، ولكن الحقيقه ان هو يعني في الشان كمان العقاري والاستثماري موجودين النهارده برضو علشان يكونوا شاهدين على طبعا تطوير، وايضا يعني توقيع عقد الشراكه ما بين النادي الاهلي وما بين طبعا شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني. طبعا يعني مستمرين معاك يا استاذ ابراهيم على مدار هذا المؤتمر، واكيد هيكون لنا لقاءات مع عدد كبير جدا من الشخصيات الهامه عقب انتهاء طبعا توقيع عقد الشراكه ما بين طبعا النادي الاهلي وشركه المراسم الدوليه. شكرا جزيلا للزميله مريم سميح والزميل فاروق صلاح من الفندق الذي يستضيف هذا المؤتمر الصحفي المهم اللي من خلاله بيعلن الاهلي على التعاقد مع شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني الشريك الرابع للنادي الاهلي. استاذ عصام، فكره الشراكه الاقتصاديه في الكوره دلوقتي او في الرياضه، احنا شايفين اقتصاديات الكوره تحديدا بقت مساله صعبه جدا جدا، والبقاء للاقوى والقوه تكمن في الاقتصاد. بس الاقوى بقى بمقاييس وعمل وجهد مش بقوه. طبعا لا انا عارف طبعا حضرتك عارف احنا بنحاول نوصل للجمهور مش القوه اللي قالها الكابتن الخطيب واللي هي ممتده من الاهلي المعاصر من رحمه الله الكابتن صالح وانت جاي لغايه الكابتن حسن حمدي لغايه الكابتن خطيب. يا اخي اجتهد واظهر عضلاتك في منافستي مش في تعطيلي. أيوة. لا مش ممكن يعني، واقتصاديات الكره تستطيع ان تشيل من على كاهل الدوله الكثير والكثير. من 5 سنين تقدمنا بمشروع انا وبعض الزملاء لدوله يعني شريف اسماعيل ربنا يديله الصحه رئيس وزراء مصر الاسبق، لكن للاسف وقتها كان مجموعه الاقتصاديه في مواجهه يعني لما كنت موجود رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع في مواجهه وزراء المختصين بالجانب الاقتصادي وكذا، كانش فيه المهندس خالد عبد العزيز، ولو كان موجود الهيئه كان هيبقى فيه كلام تاني. انه فعلا 28% من النقد الاجنبي يوفر اذا ما انفتحت مصر بايه بقى؟ بالاعلانات، باستقطاب بطولات زي ما اشقانا بيعملوا، بس مش ياخدوا بقى هم السوبر بتاعنا، لا نجيب سوبر ايطاليا وسوبر انجلترا وكذا بالتسويق بهذه الامكانيات. انا بتصور ان النادي الاهلي عاكف على ابحاث بقالها فتره مع شركاء وطنيين، لاحظ ان كلها حتى يونايتد سبورت او المتحده للرياضه هي شركه وطنيه، عشان يبقى عندك طول الوقت شراكات قويه، شراكات كبيره. اعتقد الاهلي بحث عن اللي دخلوا السوق وهم كبار. الحقيقه مجموعات بن لادن دي يمكن مريم قالت من سنه 1930 كم طورت في المملكه وفي الجزيره العربيه كلها يعني باقي دول الخليج. وبالتالي لما تيجي هنا، وانا قلت لحضرتك العمراني، العمراني يعني امتدادات جديده بثقه من النادي الاهلي بيقدم لكل جمهوره اللي هو يتحول لمستخدم، بيقدم له منتهى الثقه لانه في ضمانه اسمها صك النادي الاهلي. تخيل بقى لو الصناعه دي ما يتمش تحييدها، ونسمع كل يوم عن متغير جديد، ونسمع كل يوم عن طبطبه على هذا ثم ترك ذاك ليعني يلقى مصيره عشان بيجتهد. تخيل ده لو حصل، النقله دي تروح فين؟ في صناعه يغيب عنها كل ما هو جديد. ده كلام مهم جدا استاذ خالد. على تاكيد كلام الاستاذ عصام، البقاء للاقوى اقتصاديا للاقدر على ان هو يواجه تبعات العمليه الرياضيه كصناعه فعلا مكلفه جدا، وتقدر تبقى صناعه مربحه جدا. طبعا شايف انت التصور الامر ده ازاي؟ شايف ان اي حد من الممكن انه يجاملك، اما هتيجي على ناحيه الفلوس لا، مفيش مجامله، وحتى لو حصل مجامله هجاملك باللي اقدر اعمله او اللي هكسب منه. انما فكره ان شركه تتوجه لنادي معين علشان تعلن عنده، ده مش عمره في اي وقت من الاوقات ايا كانت الضغوط ايا كانت الممارسات مش هتوصل لحد انك تخسرني فلوسي. عشان كده دايما بتلاقي في تهافت كبير جدا عن النادي الاهلي. عشان كده دايما النادي الاهلي بينقي، وده مهم جدا، بينقي اللي هيكون على التيشيرت بتاعه. ليه؟ ما هو عشان النادي الاهلي عارف انه اسم فيه ثقه واسم بياع
يبيع لأي حد ومن أي حد ممكن يستفيد من وراه، ما ينفعش إن أحط اسم شركة على التيشيرت بتاعي مش أهل للثقة. عشان كده هو عارف إنه ما ينفعش يكون عنصر مضلل للجمهور والعنصر عنصر مضلل للي هيستفيد. وبالتالي السوق المصري عنده جزء كبير جدا من استقبال الرعاة هو دراسة السعر الذاتية للرعاة نفسه، زي ما احترامنا كامل لكل الشركات. انما في النادي الاهلي بتلاقي حاجه زي كشف هيئه عن الشركه، الشركه دي اصولها ايه، لسه جديده، هتقدم، هتبقى موجوده، هتستغل اسمي وتمشي، كل ده النادي الاهلي بيقدمه. عشان كده عنصر القوه اللي متكلم عنه استاذ ابراهيم، انك بعض الناس من ممكن يكون لها علاقات ببعض الانديه، فيحاولوا ان هم يتواصلوا مع الشركات من اجل انه يسهلهم امور الرعايه. الامور دي تحصل في تحكيم، تحصل في عنصر من اي عناصر، اي عنصر من عناصر اللعبه. انما تيجي لشركه معينه خاصه في القطاع الاستثماري وتقول له لابد انك ترعى النادي الفلاني، لا، ده في دراسه جدوى وفي جماهيريه وفي هكسب من ده قد ايه وفي انا هكسب ولا هخسر. طب لو رحت للنادي الاكبر شعبيه والاكبر جماهيريه ولو دفعت فلوس اكتر هستفيد ولا لا؟ طب انا لو رحت لاي نادي تاني هخسر ولا هكسب؟ كل دي امور بتبين مدى قوه النادي الاهلي تحديدا. النادي الاهلي زي ما قلنا وباكد على ودايما باكد على كلامي، النادي الاهلي مش راعي ولا اثنين ولا ثلاثه، وكم من رعاه يتمنوا يكونوا رعاه رئيسيين للنادي الاهلي، في حين ان معظم انديه الدوري بل كل انديه الدوري تبحث وتتمنى راعي واحد رئيسي على التيشيرت بتاعهم، مش علشان النادي الاهلي على راسه ريشه. النادي الاهلي الريشه اللي على راسه هي جماهيريته وجمهوره الكبير اللي بيصنع الفارق مع اي حد. ده كلام مهم جدا، خالد بيأكد على دور الجمهور. طبعا. وانت متابع جيد للشأن الكروي. امتى الجمهور يرجع للمدرجات بشكل كامل وينعش صناعة كرة القدم؟ لما المسؤول يقدم للدولة خريطة الطريقة استاذ ابراهيم، يقول له احنا يوم 15 يناير وزارة الرياضة ورابطة الأندية المحترفة الحقيقة يعني. التي جاءت في كل البلدان، هنا معرفش احنا في سكه تانية ليه، دول في كل البلدان بياخدوا فلوس كتيره قوي، ممكن تقول له هديك جنيه يقول لك عايز 500,000 جنيه لان انا هدر لك 1 2 3. اذا الوزاره والرابطه، وطبعا في استراتيجي يكون حاطه اتحاد كوره بقى ان شاء الله يبقى عندنا. وبالتالي انت محتاج انه ده يواكب انه الدوله اللي النيابه العامه تادبا عشان يبقى شكل مصر كويس راحت عامله الاشتراطات اللي المفروض هي اشتراطات الفيفا، واللي المفروض اللي بيجوا يقعدوا على الكراسي هم اللي يعملوها. لكن هل وضعت الكاميرات بشكل يضمن انك تطلع واحد بس من 500؟ لا. واحد بس من 10,000؟ لا طبعا. هل عندنا في السيستم ده حد يقول لك معلش اصله انفعل؟ مفيش حاجه اسمها كده. في اعتقد اخر اسبوعين او ثلاثه في الدوري الانجليزي واحد دفع 400 استرليني واحد جمهور ووقف ثلاث مباريات. واحد جابوه من ملعب مكتظي مش فاكر بس الماتش. وبالتالي احنا فين من التطوير ده؟ احنا فين من اللي يقول لك اصله في نادي زعل فكله جري قال لك نقعد معاه؟ نقعد مع مين وليه وازاي؟ حتى لو زعل. زعل دي معناها ممكن يكون لي حق طبعا، لكن زعل دي معناها ان مفيش يعني في زجزاج. مفيش زعل يترد عليه رسمي. مش يترد هو يعني يقرا يفهم. بس يعني وليه يزعل؟ فاذا انت تحتاج لمشروع، لكن انت بتروح اتصور وعصرتها من اتحادين كده تروح تقعد مع الامن المصري العظيم الحقيقه اللي بيعمل كل ده في اجواء الناس شايفاها حوالين بلدنا. وبالتالي يعني طب ايه؟ يقول لهم احنا عارفين والله يا فندم الظروف، الله يكون في عونكم بصراحه، والله يا فندم انا لو مكانكم ما اقول لحد تعالى الماتش. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ فلا انت لاقي مديلك خريطه الطريق، ولا عايز تقول له انا هعمل حاجه جديده اسمها خريجوا التربيه الرياضيه بكورس قيل من متخصصين من 3 لـ6 شهور يتحولوا لأمن عالمي زي كل ملاعب العالم، وتبقى الشرطة في محيط الاستادات من الخارج ما تحتكش بأهلها، لأن الراجل جاي بيسموها خدمة يعني جاي بعد شغله وجاي وسايب كل اللي وراه وعلى قلبه يا سيدي زي العسل. لكن مع المتغيرات والتطوير ده احنا ما بنترجموش ليه؟ انا ما بقولكش اخترع، انا بقولك ترجم بس. السينما في الاعياد والحاجات دي في كل المحافظات، عواصم المحافظات، عشان ما حدش يقول لك انا بنتكلم عن العاصمه. السينما يعني امن السينما، البوليس يعني وكامل العدد
ما انا بقول والبوليس يعني كده اذا فشلوا حفلات الاغاني بيستدعوا الشرطه زي اي مشكله إذا حصل اي حاجه بتستدعي. انت حاطط ده قدام ده ليه يا عم انت وهو؟ محدش بيقدم لهم. فطبعا بضرب بالطبيعه يقول له اصل احنا كنا قلنا الف سيادتك وبتاع. يعني قول لي انت بقى، والامن مش اي حاجه، ده امن مصر. مش معقول بقى يقول له خد 30,000 يا استاذ ابراهيم يا استاذ خالد، مش ممكن، مستحيل. لان انا شايف ان يعني معلش القطع الكلام استاذ عصام، انا في بس مثال بسيط اقول لحضرتك على حاجه مش موضوع جميل قوي، انما هو الدوري المصري دلوقتي اسمه دوري ايه؟ رابطة الانديه. ده فشل ولا مش فشل؟ طبعا انت مش قادر تبيع اسم الدوري المصري، اسم الدوري بمجرد انت لو فكرت شويه وعرضته حتى على الشركات او عملت حتى مزايده واعلنت عنها وقلت انا هبيع اسم شركه اسم الدوري المصري، شوف كام شركه هتجي لك علشان يقول لك دوري فلان، دوري علان، الفلوس دي اللي هتيجي هتطور بيها ولا مش هتطور بيها؟ طبعا هتيجي ازاي واللي انت رايح تسوق عنده لا معاه جدول ولا عارف كام حد اللي هم زبون هيبقى جوه الملعب، سيبك من التي في، تمام؟ اذا المشروع ده مش مكتمل هو يجي ليه يشتريه؟ الشركه اللي واخده الدوري السعودي خدت خليجي 25. هناك مراكز ابحاث خالد زي ما انت قلت صح شغاله على هذا القطاع، لكن انت تسمع عن انديه ما انزل الله بها من سلطان جماهيريه ويقول لك استثمارات، لا مش دي، انا اسف. واللي عايز يتناقش نتناقش بهدوء شديد وبفلسفه ان احنا صالحنا صالح البلد دي. النادي الاهلي في زايد كم عطل مشروع رخص الاستاد كتير، لكن مع حزمه وطنيه ومع نادي قال ايه، يقول لك نادي وطني اللي هو يطلع يقول كل يوم الصبح تحيا جمهوريه مصر اربعه. واحنا في طابور مدرسه، العمل الوطني هو ان تقدم شيء لهذا الوطن، وده واجب عليك. الله ينور يا استاذ ابراهيم، وهذه هي ممارسه ايجابيه. اول ما عند اعلى السلطات يعني. وانا بقول لك اهو وعلى مسؤوليتي حتى في المكانه الرئاسيه تم صرف الترخيصات والهندسه اشتغلت انك تنزل شويه علشان المطارات والحاجات دي. ليه؟ لانه في تنميه عمرانيه، لانه في استاد النادي الاهلي، ثم الحق بالمشروع السيد الوزير خطب النادي الاهلي خلونا ب 45 عشان عندنا مشروع مهم ان ننظم مع الشقيقه السعوديه واليونان ملف للفوز بمونديال 2030. يا رب. طب انت كل ده من غير خارطه طريق، من غير مشروع كده واحد ياخده، ده حتى بقت فلاشه زي ما انا يا ابني كان ورق، دلوقتي فلاشه فلاشه والله، ويطلب العرض ويقول انه دي احدث نسخه وده احدث مبيع للتذاكر وده احدث مبيع لايه بقى؟ للفار. لان بوشكاش لما سئل في خمسينات القرن الماضي اخيرا خدتوا اليورو، قال لهم لقد جاءنا اتحاد وهبنا خمس حكام في اعلى درجات العداله فدانت لنا الانتصارات. بوشكاش بقى وتسيبورو ومش فاكر اسماء كبيره كده وليخاندرو كانوا بيلعبوا كله مع دي ستيفانو في ريال مدريد، تمام؟ عمالين ياخدوا الشامبيونز ليج انديه والمهاجر، حتى مستر كوتي اللي جه مصر كان هو شاب بينهم اخترعوا له المهاجم المتاخر دي. لما تبدا وتنتهي عند العداله ادي كمان اصلاح مطلوب. هل ده كده ذم في الاخر؟ ابدا، ده مجرد حاله نلقي الضوء بس. ما هو ده دورنا برضه طبعا. انا لا يعني يا عم اصل الموضوع احنا مش مدعيين، في خمس دوريات كبار. طب هنروح كل العالم يترجم عنهم. نروح بعد طبعًا اذنك طبعًا للفندق أهم. المؤتمر والزميله مريم سميح معاها الكابتن ايه الشامي لاعبه النادي الاهلي واحده من الابطال حضور هذا المؤتمر. اتفضلي يا مريم. برحب بيك مرة تانية طبعا يا أستاذ إبراهيم، ولسه مستمرين معاكم من وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقد الشراكة للراعي الرسمي الرابع طبعا للنادي الأهلي، شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. ومعايا دلوقتي واحدة من فتيات الذهب، هي يعني حريصة أن هي تكون موجودة النهاردة في المؤتمر، كابتن آية الشامي. خليني في الأول طبعا أرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وأقول لك مبروك على بطولة كأس السوبر، البطولة الأولى من نوعها. امبارح شفنا طبعا فتيات الذهب بيتألقوا امبارح في هذه البطولة، عايزة أبارك لك طبعا، ويعني كان ليكي دور كبير امبارح جدا في ان احنا نكسب هذه البطوله. الله يبارك فيكي. طبعا انا برحب بكل الموجودين في الاستوديو. طبعا الحمد لله يعني ان دي كانت بالنسبه لنا اول بطوله تتعمل في مصر سوبر، فكانت بالنسبه لنا اهم حاجه ان تبقى اول اسم ليها يكون النادي الاهلي.
فكان التارجت بالنسبه لنا احنا ما كناش عارفين اصلا ان هي هتتلعب، هي طلعت فجاه ان هي هتتلعب لان هم كانوا هيلعبوا الولاد بس من غير بنات، وبعدين لعبوا البنات قبل حتى الولاد، فكانت بالنسبه لنا بطوله وكنا عايزين ناخدها وهتفرق معانا جدا، فركزنا فيها قوي والحمد لله ان احنا قدرنا نفوز بيها الحمد لله. طبعا لو هنتكلم يمكن البطوله خلصت امبارح كنتوا موجودين، وبعد طبعا تسليم الميداليات وتسليم الكاس بعديه على طول انت كنت حريصه، على الرغم من البطوله امبارح خلصت متاخر، ولكن كنت حريصه النهارده انت تكوني موجوده مع النادي الاهلي طبعا علشان تحضري توقيع عقد الشراكه ما بين النادي الاهلي وبين شركه المراسم. لو هنتكلم عن فكره دعم لاعبات النادي الاهلي وكمان يعني يمكن القسم الرياضي او النشاط الرياضي كله لما يكون موجود النهارده في المؤتمر عشان يدعم النادي الاهلي في خطوه زي، طبعا الموضوع ده بيأثر معانا جدا كرياضه في النادي الاهلي يعني ونشاط رياضي، هو بيفرق معانا ودايما الاهلي معانا في كل حاجه، فطبيعي ان احنا لما الاهلي يبقى محتاجنا او كده او في حاجه هتفرق معانا كلنا كرياضيين او اسم النادي الاهلي لازم نبقى موجودين فيها يعني، وبيكون شرف لينا كلنا ان احنا بنمثل النادي الاهلي يعني. كابتن ايلو هنتكلم طبعا عن تاريخ ومبادئ النادي الاهلي، اكيد انت واحده يعني من بنات النادي الاهلي، فهنتكلم اكيد ان شركه المراسم او شركه يعني بحجم شركه المراسم لما تكون موجوده طبعا بتدور على مبادئ وتاريخ زي النادي الاهلي. لو هنتكلم عن انت شايفه ايه اكتر الحاجات اللي ممكن يكون اي شركه تانية بتختار النادي الاهلي على اساسها بالنسبه للتاريخ والمبادئ؟ هو اكيد ما فيش تاريخ زي في مصر زي تاريخ النادي الاهلي، ولا في مبادئ واساسيات زي النادي الاهلي، هو يعتبر هو كلمه واحده يعني النادي الاهلي دي منظومه ما حد يعني اي حد بيشترك فيها او اصلا بيبقى سبونسر ليها ده شرف ليه، فالنادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا مش في مصر بس، في افريقيا وفي كل الدنيا يعني عارفين مين النادي الاهلي، فطبعا ده حاجه كبيره قوي ان اي حد يبقى سبونسر للنادي الاهلي اصلا. اخيرا بقى لو هنتكلم عن فكره ازاي بيعود ده على طبعا تدعيم الموارد للنادي الاهلي، ازاي بيعود على الفرق الرياضيه المختلفه طبعا في النادي الاهلي منهم واحده من طبعا اكيد فريق الكره الطايره، شايفين طبعا بطولات كتيره جدا مختلفه سواء على مستوى باسكتبول فولي بول كمان يعني كره القدم، لو هنتكلم انت شايفه ازاي ده بيعود على كل الانشطه الرياضيه الاخرى على النادي الاهلي بعد التعاقد مع عدد كبير من الشركات الكبرى؟ هو اكيد السبونسرز دول بيفرقوا جدا في التعاقدات مع اللعيبه بقى عامه، لان احنا دلوقتي في النادي مش يعني في كام محترف في النادي الاهلي كنشاط رياضي، فاكيد برضو ده بيحتاج سبونسرز، بيحتاج حاجات كتيره قوي تساعد النادي في ان هو يدعم اللعيبه كلها، فده بيفرق جدا مع النادي، وصراحه الاداره بتبقى بتهندل الموضوع كويس قوي مع النشاط الرياضي ان هو اي حاجه اي لعبه محتاجه اي حاجه هو بيقدر يوفرها لها، فاكيد برضو السبونسرز دي يعني بتساعد في الموضوع ده اكيد. كابتن ايه بشكرك جدا نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه النادي الاهلي، والف مبروك مره تانية على كاس السوبر. ميرسي الله يبارك فيكي، شكرا ميرسي قوي شكرا. استاذ ابراهيم طبعا ده كان لقائنا مع واحده من فتيات الذهب كابتن ايه الشامي اللي كان ليها دور كبير جدا ان طبعا يعني فتيات الكره الطايره ان هم يفوزوا بكاس السوبر مساء امس، وزي ما احنا سمعناها يعني وشفنا اكيد اتكلمنا معاها ان هي كانت حريصه ان هي تكون موجوده النهارده، وايضا يعني معاها عدد من زملاتها موجودين النهارده في وقائع هذا المؤتمر الصحفي علشان يشهدوا على هذه الاتفاقيه وهذا التوقيع طبعا الكبير، وزي ما احنا طبعا سمعناها يا استاذ ابراهيم بتتكلم على فكره ان ده بيعود عليهم كلاعبات ايضا بالنفع الكبير جدا، لان اكيد هم محتاجين يعني سبونسرز يكونوا موجودين، وايضا يعني ده بيساهم في ان هم يفوزوا في عدد كبير جدا من البطولات. لسه مستمرين معاك طبعا يا استاذ ابراهيم ومع ضيوفك الكرام ومع كل جماهير النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي في وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الاهلي وشريك الرابع طبعا شركه المراسم الدوريه للتطوير العمراني. شكرا جزيلا للزميله مريم سميح من المؤتمر الصحفي والكابتن آية الشامي، لكن الحقيقة آية الشامي مع بقية بنات الطايرة، لأنه بنات طايرة الأهلي خلاص استعادوا بقى القدرة الكبيرة خالد والتاريخ الكبير بنات الذهب زي ما مريم بتقول. الباسكت نفس الحكاية، الأسبوع ده فوز كبير جدا للأهلي على الزمالك بفارق وصل 70 بونت فارق، وفوز رجال الأهلي على الزمالك أيضا بفارق كبير، إنجازات رياضية على الأرض اقترانها بالقوة الاقتصادية والقدرة الاقتصادية، رأيك فيها إيه؟ ده المفروض اللي يكون عليه النادي الأهلي. ده الطبيعي، طبيعي النادي الأهلي يفضل هو دايما في المقدمة، لأن زي ما اتكلمنا في الجماهيرية واتكلمنا في إنك أكبر نادي المفروض يكون عنده استثمار واكبر نادي المفروض يكون عنده تعاقدات، انت برضو المفروض يكون عندك اكبر نادي يكون عنده جوده في اللعيبه وجوده في التعاقدات، ده قدر النادي الاهلي على مدار السنين، اي حاجه بتحصل يعني بتبقى شيء او حاجه عارضه،
ولابد انك تتعامل معاها، ان هي عارضه وحدث لابد انك تتعامل معاه علشان تتفاداه وترجع تاني على المقدمه. لانك طبيعي لازم تبقى كده. المركز التاني بالنسبه لك زيه زي المركز الاخير، دي مش كلمه بترددها، امسك كل النتائج على مدار التاريخ في كل في اي لعبه، اي لعبه انت دور عليها هتلاقي ان حتى لو كان في تفوق في بعض اللعبات ده بيبقى حدث او شيء بيقعد فتره زمنيه معينه، ولابد انك بتستعيد فيه الصداره وبترخم على اللي موجود برضه فيه، ما بتسكتش لحد ما بترجع تاني تستعيد مكانك. ده قدر النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم ولازم تبقى كده. واللي حصل مؤخرا هو انك بتركز اكتر على ارض الواقع، ناسي خالص فكره ان او متغاضي فكره ان المنافسه على الفضائيات او منافسه على التلفزيونات. المنافسه بتبقى موجوده في الملعب، موجوده في التعاقدات، موجوده في المكتب وفي الملعب، موجوده في الناحيتين. عشان كده انت في المكتب مقصود بيه القرار الاستراتيجي، الاستراتيجي، الخطط، تصورك لامبارح وبكره، حتى التعبير الناس أساءت استخدامه. طبعا العرف جرى في انك انت البطوله في المكتب، بمعنى انه ما فيش بطوله بتتحقق في الملعب بس. القرارات الاداريه اللي بتطلع، التعاقدات في الرعايه اللي بتنجز، الدعم الاداري اللي دائم باستمرار، الاختيار الجيد للاجهزه الفنيه، المساحه الاستقلاليه اللي بتمنح من الاداره للاجهزه الفنيه، كل ده مخرجات العمل الاداري، مخرجات المكتب لل عشان كده المنظومه الفنيه. عايز استدرك بس حاجه عشان برضو الكلام لابد انه طبعا ينسحب على الكريزه بقى، على الحاجه الاكبر وهي كره القدم. ايوه. فلما تتكلم ان هي دي هو ده الشكل المفروض اللي انت بتبقى عليه، لابد انك بتكون، وده اللي المفروض بيحصل وبيحصل وهيحصل، لابد انك تكون الافضل تعاقديا، الافضل جوده على مستوى فريق الكره. ده اللي بياكده مسؤول النادي الاهلي ان هم بيسعوا اليه. هناك بعض الملفات في بعض اللغط عليها، لابد ان احنا نتعامل معاها وبصدر رحب ونشتغل صح بدون ضغوط، علشان لو اي مكان ده من ضمن الشغل اللي في المكتب. بالظبط. اي مكان بس عشان الناس بتاخد بعض الكلام او بعض الحالات الفرديه وتعممها. اي مكان بيبقى فيه اخطاء، اي مكان مفيش عمل بشري بدون اخطاء. فعشان كده لابد انك تتفادى الاخطاء اللي حصلت قبل كده، خاصه في الملف الاجنبي. الاجنبي هو اللي بيفرقك عن اي فريق في الدوري واي فريق في افريقيا. اي فريق انت، خلينا نكون واقعيين يا استاذ ابراهيم، اغلب القماشه بقت قريبه قوي من بعضها. يعني بتفرق في ايه؟ بتفرق ان لعيب النادي الاهلي عنده ثقافه مختلفه شويه عن ثقافه الانديه الثانيه. التواجد في النادي الاهلي مختلف شويه، اسم النادي الاهلي لوحده خد، وبالتالي بعض العوامل اللي بتتوفر في النادي الاهلي بتفرق شويه صغيرين عن الانديه المحليه. اللي بيفرقك ايه؟ جوده الاجنبي. طيب انا جوده الاجنبي دي هرجع لجوده المصري. دي مهمه كمان. جدا غير لانه في الاخر كده بتحمل الاهلي مغبه اجيب ب8 وب10 وب6. طب قول لي بقى، انت مديني ايه استحكامات يا اللي بتدير الكوره عشان انا اقدر اسوق لابعد مدى واقدر ادخل جمهور اقل ماتش ب 2 3 مليون جنيه، واستثمر ابو 10 ده فين حمايه حقوق الله رهاني كله على الافريقي، فين حمايه كاس العالم؟ لا مش قصدي على اللي بتشتريه. فين اللي بيدير بقى في المكتب عنده لو حط استراتيجيه لصناعه اسمها كره القدم، اهم مصانعها هي بطوله الدوري، علشان النادي بقى اللي عنده مكتب بيشتغل فيه هيعرف يسوق اقل ماتش يبقى فيه 2 و3 مليون جنيه ايراد بس. هيكون عندك حمايه فكريه، وهتقدر على فكره الناس الطيبين اللي بتبيع تدي له اي كوبي بترخيص، وتدي للبائع الجوال شفتها في امريكا اللاتينيه بترخيص. تخيل بقماشات مختلفه. ولا حد فاضي يعمل الكلام ده. ده مفيش. ويبقى الاهلي في كورنر عشان عايز الحاجات دي. احنا قاعدين بقى يوجع دماغه. قاعدين بنشوف مين اتقمص ومين ما اتقمصش. ويشتغلوا 10 ساعات في اليوم. مين اتقمص واتقمص ليه؟ طب معلش، طب عشان خاطري، طب عديها المره دي. احنا ماشيين بنفس الطريق. احنا بنوصل لمرحله، مع احترامنا الكامل والله لكل المسؤولين، ان المفروض ان الهرم بتاع القاعده بيقعد مع ناس المفروض ما ينفعش انك تقعد معاه. الطبيعي انك ما ينفعش تقعد معاه. طيب خلينا نتكلم لحته ان انت هيبقى رهانك على الاجنبي، واحنا كده بنهمل
جوده الصناعه المحليه صحيح. جوده اللاعب المصري صحيح صحيح. انا ملاحظ يا عصام انك انت مثلا قول لي مين افضل فرود في الكره المصريه دلوقتي تعول عليه للمنتخب الوطني وانت مغمض؟ اجانب، يا اما يقول لك شادو سترايكر مثلا، مره تسيبه مره تخيب بالظبط، او مو صلاح مثلا. يعني انت 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 لغايه امتى الكره المصريه هيبقى المنتج بتاعها من الناحيه الفنيه ضعيف؟ ما هو ده السيستم وده المكتب بتاع اصحاب المسابقه اللي هم اتحاد الكوره ومن ثم رابطه الانديه اللي بتتولى بقى المبيعات ورغد الانديه يفترض، وبالتالي هو اللي عامل مراكز تدريب يا استاذ ابراهيم ولا كشافين. استاذ ابراهيم بيعملوا حاجات كده ويسموها ويدوها لسماسره، يبقى مدير المشروع يا جماعه. عارف كمان المشكله؟ طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل، وهذه التغطيه الخاصه في نقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي يحتفل فيه النادي الاهلي بالتعاقد مع احد الرعاه. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم وهذه التغطيه الخاصه لنقل وقائع المؤتمر الصحفي للاعلان عن تعاقد النادي الاهلي مع شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني الشريك والراعي الرابع للنادي الاهلي. كنا بنناقش مع الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ خالد الاتربي ظروف الرعايه الرياضيه وقيمه هذه الرعايات على تحقيق المردود الرياضي المهم. هنتواصل معاهم فيها، بس هنروح لفندق المؤتمر والزميل فاروق صلاح معاه الكابتن سيف سمير نجم الاهلي في كره السله. اتفضل يا فاروق. من جديد بجد تحيه بالاستاذ ابراهيم المنيسي وضيفيه الكريمين الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ خالد الاتريبي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا استاذ ابراهيم زي ما حضرتك وضحت، مردود هذه الرعايه وتوقيع عقد الرعايه على النشاط الرياضي وافراد النشاط الرياضي، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من نجوم فريق كره السله بالنادي الاهلي، فريق الابطال، الكابتن سيف سمير. كابتن سيف برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه طمنا عليك اخبار الاصابه خلال الفتره الأخيرة، بتغيب طبعا عن مباراة الفريق لظروف الإصابة، طمنا آخر تطورات الإصابة ونقول لك قريبا إن شاء الله تعود إلى ملعب كرة السلة مع الفريق بإذن الله. إن شاء الله. برحب بك يا فاروق وبرحب بالناس اللي في الاستوديو. أهلا وسهلا. برحب بيهم كلهم، ومن نجاح لنجاح دايما إن شاء الله في قناة الأهلي يعني بإذن الله. مفيش، أنا بقى لي 3 أسابيع مصاب، كان عندي كده إصابة في الظهر، بس ان شاء الله بتعافى يعني، وبقى قدامي تقريبا اسبوع وان شاء الله انزل يعني. اداء اكثر من رائع في المباراه الاخيره والفوز على نادي الزمالك، مهمه كبيره جدا، مهمه الفوز بالبطولات الموسم الماضي، مش يعني حاملين مسؤوليه ان انت تحافظ على البطولات، وده امر صعب جدا. اعتقد كان فوز مهم جدا بالنسبه لكم، واعتقد بتبقى مباراه مهمه جدا، مباراه امام جمهور النادي الاهلي. طبعا الماتش اللي فات كان انت عارف ديربي، فكنا نازلين مركزين، كان بقالنا فترة مش أحسن حاجة، مش في مستوانا أحسن حاجة. الماتش اللي فات بصراحة كان اللعيبة كلها رجالة، كان شكلنا كمان حلو بغض النظر عن النتيجة، كان المنظر كويس. دي الماتشات دي كلها رايح جاي، دي بتبقى استعداد للفاينلز اللي بعد كده. عندنا يعني لسه احنا ما لعبناش حاجه، يعتبر عندنا لسه الدوري والكاس وافريقيا، فالماتشات دي استعداد طبيعي، يبقى في تذبذب، واحنا بدانا الكيرف بدا يعلى اهوت بالماتش اللي فات، وان شاء الله نكمل على كده يعني. كابتن سيف، شفت ازاي لفته طيبه جدا من النادي الاهلي؟ ودايما النادي الاهلي بيدينا دروس، التنازل عن حقوق النادي الاهلي في مباراه السوبر امام نادي الاتحاد السكندري، النادي الاهلي دايما بيدي دروس، الامر مش مجرد الفوز او لقب، ولكن دروس في القيم، في الاخلاق، في الروح الرياضيه، وايضا بنتمنى السلامه طبعا لمشجع نادي الاتحاد اسلام. كلاعب في النادي الاهلي شفت المشهد ده ازاي؟ لا، هو ده تقريبا من اصعب مشاهد الواحد يعني مرت عليه في الملعب، يعني احنا في الصاله تقريبا ما حصلش اي احداث زي كده قبل كده. كان مشهد طبعا صعب جدا على الجمهور كله، والناس كلها بتجري واللعيبه كلها بتجري، كان مشهد صعب. اسلام ربنا يشفيه، يعني انا بسال كل يوم تقريبا عليه، والدكاتره بيطمنونا، وان شاء الله يعني ربنا يشفيه. غير الناس التانيه مصابه، يعني في ناس كتير حصل لها كسور وحصل لها حاجات كتير، طبعا كل الناس شافت المشهد يعني، فبتمنى لهم كلهم يعني الشفاء. وطبيعي احنا اول ما حصل كده احنا قلنا خلاص، يعني هو الماتش خلاص كان يعني كان في الاخر،
واحنا خلاص هنلعب فين بقى؟ خلاص ما فيش مجال ان احنا نلعب تاني يعني. طبعا موقف عظيم، واللي تقريبا كابتن عمري وناس كتير قوي كان معاهم من اول لحظه، وكابتن خالد العوضي كمان، كابتن محمود الخطيب والدكتور محمد شوقي برضو كانوا موجودين معاهم. محمد شوقي تقريبا هو اللي نقله يعني، وكابتن محمود اول ما عرف راح الاسلام على طول يعني. طبعا ده يعني دي الإنسانية، ما يعني دي حاجة إنسانية ملهاش علاقة بألوان، ويعني عايز أقول لك لو حصل لأي جمهور كده إحنا هنبقى أول ناس موجودين، لأن دي ده روح، فطبيعي إحنا اتعلمنا كده في النادي يعني. إحنا ما دي رياضة، والرياضة مكسب وخسارة، وملهاش علاقة بالإنسانية والروح اللي يعني مهمة بالنسبة لنا يعني. سيف يعني النهارده احنا موجودين، النادي الاهلي بيوقع عقد الشراكه او الراعي الرابع للنادي الاهلي، اكيد بيبقى مردوده عليكم كلاعبي النشاط الرياضي في النادي الاهلي مردود اكثر من رائع، طموحات كتير جدا. النادي الاهلي هو البراند الاهم في الشرق الاوسط. طبيعي يعني، عايز اقول لك شركه المراسم شركه كبيره برضو، وهي عارفه ان هي وهي بتمضي مع النادي الاهلي ده بيكبر اسمها اكتر، لان النادي الاهلي معروف في كل حته يعني، مش في مصر بس، لا ده في افريقيا وفي العالم يعتبر هو النادي الاهلي معروف يعني. فطبيعي يعني شركه كبيره مع نادي كبير، ومردوده علينا احنا كمان كبير يعني، فربنا يسهل ونبقى شراكه كويسه يعني. شكرا كابتن سيف، ومستنيين منكم كتير، وجمهور النادي الاهلي مستني منكم البطولات كتير جدا هذا الموسم باذن الله. باذن الله يعني، احنا لسه ما بداناش ان شاء الله. حبيبي يا فندم. استاذ ابراهيم، اعتقد كلام من القلب وكلام مهم من الكابتن سيف سمير لاعب فريق كره السله بالنادي الاهلي. اسم النادي الاهلي كبير وبيكبر اي حد، اعتقد جمله مهمه جدا جدا قالها الكابتن سيف سمير. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الاستاذ ابراهيم المنيسي. شكرا جزيلا يا فاروق. والحقيقه استاذ عصام، فاروق صلاح هو بيسال سيف سمير على موقف النادي الاهلي لما مجلس الاداره اخذ قرار بالتنازل عن الحقوق التنافسيه للاهلي في سوبر كره السله واهداء اللقب لنادي الاتحاد وجماهيره، تضامنا وتقديرا لمشاعر الجماهير اللي اصيبت صحيح في مباراه السوبر. الاهلي واجهت الناس واجهته. أيوة. لما تبقى الكبير وكمان عشتها اكيد حساسة. عشان كده انا على ما اذكر يمكن فجر اليوم نفسه لما مشي الكابتن خطيب، والراجل محترم محمد مصالح الحقيقه. أيوة. الناس لازم تعرف قدره يعني في الرياضه وفي الكره المصريه، ده راجل بقى بيقول الاتحاد هو الشعار، مش بقى انا. أيوة. بعمل وانا بقى بجد يعني. ثم طبعا الوزير وكل والاستاذ العمري فاروق والدكتور شوقي والموجودين من مجلس الاتحاد، عرفت انه الاهلي فعلا بيبحث انه كفايه يعني خلصانه في وقتها. ولا حد بقى قال ولا زايد، ده حتى قالوا ان المباراه منتهيه، وبدلا ما كانت هتبقى احتفاليه واضح الاتحاد اقرب الا باعجاز، ليه نعمل حاجه دراميه تذكر الناس بهذا الوضع البائس، الوضع اللي بين ان برضه ما فيش مكتب بيشوف فيه مدير ولا لا، حاطط البتوعتين الصفر اللي بنشوفهم في المسلسلات التركي دي عشان ما حدش يقف في الشرفه اللي بتاخد كاميرا وثلاث انفار. ايوه. مش الاحوال هديت يا استاذ ابراهيم. والجمهور يطلع غلطان في الاخر. لا هو لما شافهم عمل ايه عشان يمنع المصيبه؟ مش بس كده يعني، انت احنا يا جماعه احنا مش بنمسك على الواحده لحد، زي بالظبط اما تنقل وتجيب لعيبه علشان تبقى موجوده، ده كله برضه في المكتب عشان تعد للشريك ده انك انت طبعا الكره هي الكريمه هي الكريزه، لكن انت لديك الكثير والكثير من فروع اخرى، المجتمع والناس والبلد بقى عند المنتخبات اللي هي يعني بغيه الجميع، لا خارجه من هنا والكل كليله شغال. فانت النهارده يا اخي ما حدش زايد عليها الا اللي مش يعني مين اللي بيزكي يا رب يشفيه اسلام يا رب، لكن مين اللي كل شويه يقول بيرشوكوا ده الاهلي ما اتكلمش تاني الحقيقه، ولا الاتحاد غير في كلمات شكر انسانيه على راي الشاب الجميل ده ما قال. انا الحقيقه غلب يعني تفكيري هو الناس عايزه ايه من الاهلي يعني، حد يطلع يقول. وبعدين بيقولوا كلام برضه يا استاذ ابراهيم دمه خفيف قوي. ان المؤامرات فيها الفيفا وفيها الكاف وفيها يعني اللجنه الاولمبيه الدوليه وناسا. لا يعني ايه؟ طب يا جماعه ما حدش واخد باله انه ولا مره راحوا ماسكين الاهلي رامينه بقى
يعني ازاي يعني ازاي يعني؟ ما هو العنوان العريض اللي حضرتك قلته في الاول يا استاذ ابراهيم بيترجم كل حاجه. حضرتك قلت الكبير الاهلي اللي قال له كبير وواجهت الناس وجعته. فاللي يفهم الكلام ده الكبار، الصغار لا. ما هو وجعته دي بمنها كمان ما يفهمش الحاجات اللي زي كده بتبقى حاجات نبيله. والمفروض الرياضه من اساسها المبادئ والاحترام واللعب النظيف والنبل طبعا والنبل. وبالتالي لو انت مش نبيل او انت مش عاقل او انت مش هتبقى فارس، مفيش فارس مش نبيل، مش هتفهمه، الله ينور عليك يا خالد، صح، مش هتفهمه لانها مش من تفكيرك او مش من تكوينك، حاجه خارجه عنك، حاجه تحس ان هي شاذه مع ان ده الطبيعي. صحيح. احنا دلوقتي للاسف ما هو دي من ضمن الحاجات اللي احنا ظهرت من في السنين الاخيره، يجي يقول لك فلان الفلاني ده محترم، وكان المحترم ده بقى عمله نادره بقى يعني لابد. لا ما طبيعي ان الناس تبقى محترمه، الطبيعي وان شاذ هو اللي يبقى مش محترم. ايوه. انما بقى بندفع سياسه ان اللي بيتم تصديرهم للمشهد هو غير المحترم، ده الحقيقه. اللي بيتجاوز في حق الناس، اللي ما عندوش حدود، اللي ما عندوش خطوط حمراء. ما فيش حد في الدنيا ما ينفعش ما يكونش عنده خطوط حمراء. ما ينفعش ده لا يستقيم ابدا. وبالتالي لو انت بتكلمني في حاجه نبيله وبتتكلم واحد ما يفهمهاش، فطبيعي انا لا الوم على فقد شيء لا يطيق، لا الوم على الناس دي خالص، لا الوم عليهم يعني. طيب استاذ عصام، هنرجع تاني لمرجعنا للوضع الكروي. خالد كان اتكلم على فكره الجمهور والعوده والاستقرار في الملاعب. احنا النهارده الدوري بتديره رابطه الانديه المحترفه، وخالد اشار لجزئيه انك حتى الان مش قادر تسوى اسم المسابقه. طبعا. ايه اللي مطلوب لتنميه وتطوير صناعه الكوره؟ لانه احنا بنتكلم على كل الدول حتى العربيه الشقيقه اللي حوالينا اتحركت تحركات كبيره جدا في مجال صناعه كره القدم جدا. احنا بنرجع لورا. بص يا استاذ ابراهيم، لا تعول كثيرا على من اتوا ليديروا اللعبه. لا شفنا يعني صراع في برامج انتخابيه ولا يحزنون، عشان نجيب من الاخر. ومش هيبقى كافي انه طول الوقت بندي جمال علام، يعني الاعلام لا تعرف طبعا، انه رجل طاهر اليد عف اللسان، ماشي، بس دي مش مؤهلات من الاخر يعني. مش مؤهلات الكرسي ده. الكرسي ده. وبالتالي هو زي ما خالد قال لك ده الطبيعي. الطبيعي يعني بقى الاستثناء انه امين ومحترم ويضل يعني مش معقول يعني هل بقى عشان نروح كاس العالم محتاجين واحد مثلا بيمشي على الحبل وبيطلع نار من بقه؟ مش معقول يعني. لكن انت هنا محتاج قرار سيادي. كويس ان انت رحت على الدول الشقيقه، فما بالك بضرب الاسطوره زين الدين زيدان؟ وكان اولى انه يقول لك هذا الرجل براس عربي. صحيح. اصلا لكن لا، ايه ده طلع عليه بالشوم يا عم الراجل رئيس الاتحاد الفرنسي فورا يا سيد الفاضل. هذا الرجل ما خدش غلو، واخويا العزيز ابراهيم طلعها قال انا تصريحاتي حمقاء ولا ينفع يا ابني روح. مين بقى اللي روحه؟ مكتبه التنفيذي. فانت النهارده بتكلمني على الرابطه، قالوا له ولو برضه ما انا بقول يعني، اما يعني انت بتكلمني على الرابطه ومحدش يزعل يعني. لا احنا عارفين هي خطتها ايه. المؤتمر الضيوف والحضور بداوا يتوافدوا ان شاء الله. لا انت بتقول لي حدودها ايه؟ ايه الخطه اللي عاملاها عشان تنقل الدوري من 1000 متفرج ل 100000 متفرج؟ خطه معلش خلينا اكمل بس، لان في الاخر هتتضارب الحكايه. في رئيس للرابطه يا جماعه، رئيس نادي ورئيس شركه ورئيس رابطه، كيف تستقيم الامور؟ في عضوين في اتحاد الكوره اعلامجيه وضيوف، واخد بالك، واعضاء اتحاد كوره. وهو هيزعل مني ليه؟ انا ما بتكلمش عن شخصه، انا بتكلم على مصر اللي هو عايزها، الوضع اللي هو فيه. وكل حد فيهم يا جماعه لما بيخرج بيخرج ان مصر، ان مصر العالميه الدوليه. طب العالميه الدوليه هتقولها من الخمسه الكبار وترجمه من الصومال للكره الانجليزيه، هي نسخه واحده ما عدا الترجمه. هو هل يجوز ان يكون في عضو اتحاد كوره، عضو اتحاد كوره يكون قاعد بيناقش خبير تحكيمي في حقوق النادي اللي بينتمي ليه؟ هل ده طبيعي؟ هو ايه اللي وداه الاستوديو اصلا؟ ده موجود في العالم؟ يا خالد ايه اللي وداه الاستوديو اصلا؟ مش موجود. يا خالد والاستوديو اللي بيقعد 5 ساعات ده يقعد 5 ساعات ليه؟ ده احنا شفنا كل الاستوديوهات الناس بتيجي تقول كلام على قد الجمهور، مش على قد حتى المحللين والبيير ولما بيقولوا انطباعات، يقول كلام فيه انطباعات، كان يكسب ازاي او خسر ليه؟ مع السلامه عليكم. روح بقى انقل اوض اللبس وانقل كذا وانقل ماذا. وده لو الرابطه فاهمه يبيع الدوري من غير تشفير ب4 مليار جنيه طبعا. واللي عاوز يناقشني انا راجل بقابلكم في الدنيا اكتبه له كده بشهود. ليه بقى؟ لانك هتدي
التلفزيون المصري زي كل الدول الكبرى يزيع 90 دقيقة، أنت مواطن ليك عند 90 دقيقة يا أخي، ثم أبيع لقناة واحدة تخش بقى أوض اللبس ومش عارف فين وفين، وتخرج باي وتروح قبح وكله يدفع لك قد كده. لكن أنت تعمل ده ليه وأنت عاوز تجيب ده مع ده؟ يا عم ده بيطلعوا ضيوف بقول لك ومحللين وأحيانا كمان لهم وجهات نظر، ده محتاج بقى قرار سيادي. الدول التي حولنا في منظورنا ومحيطنا العربي والشرق الأوسطي احتاجت لده للتقدم. يا سلام بقى لما لقينا كمان أوروبا اهو، الوزيرة تدخلت ورئيس الوزراء تدخل، الرئيس الفرنسي يخلع، والفرنسويين بقى وما أدراك بقى حاجات. وزيدان ما اتكلمش، افتكر في الدوري أبداً، وزيدان ما اتكلمش أبداً والدوري الإماراتي في بعض الحاجات كده لما كان بيظهر حالة واحدة أو حالتين فيها شك أو شبهة منشطات، الدنيا كانت بتقوم هناك ما بتقعدش، بس الناس كانت بتدور و احنا عندنا في كلام كل يوم عن المنشطات وعن ما هو ابعد من ذلك، ما فيش حد يتحرك، حتى الاعلام ما ناقشوش، حتى ما حدش كلم فيه، الاعلام ما ناقش الاعتراف اصلا، يعني اعتراف رئيس نادي اللي يعني فيه لعيبه تعاطت يعني مواد مخدره في اكتر من كده، في اكتر من الاعلام ما ناقش الظاهره. طب انا عندي سؤال، المفروض ان الاستاذ الدكتور حازم خميس رئيس لجنة مكافحة المنشطات المصرية كان أعلن أن في ثنائي نادي الزمالك أنه المفروض سيتم اختيار اتحاد الكورة خلال 72 ساعة، أن هما لابد اختار الاثنين لعيبة، المفروض عدى 72 ساعة، هل هناك شفافية في الأمر؟ ولا بعد 72 يوم حد من اللعيبة راحت حتى حللت ولا حد ده شأن عام؟ امبارح يا زميلي العزيز تم تسريب كده، عارف لما يقول لك في القنوات العظمى ولكن لم يتسنى لنا التأكد من ذلك، حصل تسريب كده انه الدكتور حازم بعت حد وخد عيناته وكل حكايه فل والست ملهاش الا بيت جوزها وشكرا. طيب تيجي بقى تتاكد، مفيش تتاكد. طب انت قلت بقى السعوديه، اهلي جده فين؟ قسم القسمين حد قال انجزوا اهلي جده؟ ولا واحد حد قال لك اهلي جده ما ينفعش يهبط؟ العظمى حد جاب حكم؟ هل وزير الشباب والرياضه هناك قاعد معاهم؟ خالص. خلي بالك بقى ده من قال من انشاه اهلي جده، تركي قال الفيصل يا اخي. بس كده تعال اقول لك بقى، صالح النعيمه وما ادراك ما رونالدو يا جماعه، صالح النعيمه وما ادراك ما صالح النعيمه، صالح النعيمه وما ادراك ما صالح النعيمه، يعني سيرش واعرف. لما طلب انه لا اعتراضات بعد الان، والاعتراض اذا تزامن باشتباك ناس تمسك ناس سيكون للشرطه دور بعد التسعين دقيقه، انا عارف انا بقول لك ايه. يقوم صالح النعيمه مدير الكره في الهلال ضرب الجزاء رايح يهدي اللعيبه، لكن الحكم بقى في وشه قال له عليش يا ابوي، عليش يا ابوي، عزلت صالح النعيمه من كل مناصبه وهو الاقرب من جلاله الملك وقتها فعل لكل الكوادر، وكان يستحق وهو من هو صالح النعيمه. ناس ما عشان دلوقتي ناس عايزه بلدها، عشان كده دلوقتي رونالدو في النصر تبقى قد اسمها، رونالدو في النصر، وما بقتش تستغرب لما تلاقي يقول لك النصر بيفكر يجيب بنزيما، يعني ما بقتش تستغرب. لا الهلال داخل على الخط، الهلال والهلال عايز يجيب الهلال ميسي. واتحاد جده بيتنافسوا على ده جه من ده جه منين؟ ده جه منين؟ لا عندهم برضه عندهم مكتب، معلش انت فتحت لنا حاجه جميله يا ابن ربنا يكرمك، حكايه المكتب فتح لنا المكتب، فتح لنا ده انا احب المكاتب جدا، عندهم مكتب يا خالد، فقرروا باستراتيجي مش بامر متعجل. ناس داخله سبق، اولا بقى الدوري من بدري، ثانيا الاتي ده على مقربه من بعض يعني نجومه كانوا اصدقائنا، تمام، عمل مشروب باسمه من بدري، تمام، وروج له، ومن ثم عماله تتنقل، كان عندهم المجلس اللي هو بيجي فلوس وخلاص، وعشان كده ساعات اللي يجي رئيس شرف يبقى فاكر انه زي هناك اللي هو ما دام دفع هو كل حاجه، حتى ده طوروه خلوا فيه مجلس حقيقي، لجان، لجنة كرة، استدعوا الترجمة، وبالتالي قفزوا على كل الحواجز اللي ودتهم لقدام، اشتروا الملعب. هو حد هنا عايز يقول لنا ان الملعب النجيل الحديث الهجين ده كان غالي من 30 سنة يا خالد، ده دلوقتي زيه زي اللي عندنا ده ويمكن اقل كلفة، بس مين اللي يجيبه؟ مفيش حد في المكتب، وبالتالي الناس دي فتحت المكتب واشتغلت على استراتيجي عايزه تنقل الدوله السعوديه عبر قوتها الناعمه، يعني الكوره او الرياضه والفن. النهارده مين بيعمل كده؟ معلش ما حدش يزعل مني يعني، غير النادي الاهلي. النادي الاهلي انا امبارح لقيت كده في حاجه لازم هقولها في اي وقت في اي حاجه، بس كانت محتاجه هوا بالفعل، سبحان الله. امبارح لما عرف كابتن رؤوف عبد القادر انا عارف، بس ما كانتش طنت في ودني قوي،
انه المسؤول عن مشروع البطل الاولمبي في النادي الاهلي. رئيس لجنه البطل الاولمبي في النادي. ايه الجمال ده؟ بقى تقريبا سنه ما طنتش في ودني قوي انه ده الدور بقى الوطني انك انت عايز بطل من رحم النادي الاهلي الشعب العظيم ده تولد بطل اولمبي كمان، مش بس مدير نشاط رياضي ومدير كوره ومدير الطايره ومدير الحمام السباحه، لا 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 خالص. وبالتالي احنا محتاجين قرار سيادي، قرار سيادي يلزم الجميع. يا راجل في بلد فيها مصطفى مراد فهمي ما اشتغلش في الكوره؟ طب يسالوه حتى ادار قطاع كره القدم في العالم. والكاف والاستاذ جمال علامه والكاف الكاف راح مال ودراعه كده عشان يتاخد يروح الفيفا فيعدل المسابقات هو راجل اسمه شريف حبيب الوزير طبعا والمحافظ الاسبق ربنا يديله الصحه اللي اخترع عقد صلاح. مش هقول بقى قبل كده الكابتن حسن كم فعلها حكايه البونت وحكايه تحط للولاد نسبه ايه واعلانات وللدوري مش للنادي الاهلي للمبيعات اللي انت سالت عليها. لكن طبعا هنقول الكابتن حسن هو شفت اصلا اهلاويت يا جدع انت وهو تكلموا في ايه؟ ده كل اللي بيتكلموا دلوقتي كانوا بيتمنوا لقاء عشان يفهموا حاجه مش عشان اي حاجه تانية مع الكابتن حسن حمدي. أيوة. طب هو الكابتن حسن كابتن خطيب جايين منين؟ من الاهلي المعاصر كابتن صالح سليم رحمه الله هو ده دكتور حسن مصطفى وانت جاي دكتور حسن مصطفى ما انا بقول لك وبينهم بقى وانت جاي وبينهم صوره عظيمه في برنامج المجري محمود طاهر في نصف الكادر مش محمود الخطيب يا اخي. هكذا الاساطير اساطير لا تتحدث الا عن العمل العام وعن كفاءه ما تديره مش مستني هو لقب يعني يتحط له هنا ولا اي حاجه خالص. زي ما قال الاستاذ ابراهيم لم يتحدث زين الدين زيدان ولم يرد حتى ما زعلش زيدان ما علقش. انا بقول لك حتى يعني ما حدش قال ايه اصله بقى له لان هنا 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 قيمه الرمز. ما هو انت لو استباحت الرمز خلاص هتستباح كل حاجه. طالما الرمز نفسه ما حدش قادر يحميه او مستباح انسى. اللي اصغر منه كله هيتم استباحته خلاص والاصغر منه هيخاف. اذا كان الكبير اتشتم اذا كان الكبير اتهان الصغير ما لازم يخاف. لا اصله كمان فكره انتهاك الاسطوره او القيمه او المثل هو زي ما انت بتكسر في الماضي والتاريخ اللي صنعوا هذا النجم او هذا او هذه القيمه او هذه الاسطوره. انت الاخطر في ما في الموضوع انت بتكسر في معطيات المستقبل لانه النجم ده ملهم للاجيال الجايه. هو كل طفل صغير بيقول لك انا عايز ابقى زي فلان انا عايز ابقى. طب انت لما تكسر له فلان هو هيبقى زي مين؟ زي اللي كسر بالظبط. هي الفكرة كلها الحفاظ على القيم والحفاظ على القمم والحفاظ على الأساطير هو حفاظ على رهانات المستقبل. إن الأجيال الجديدة اللي طالعة دي هتقتدي بمين؟ مين النوعية الملهمة ليها؟ فلما بتكسر في القيمة خلاص أنت بتكسر في ضمانات صناعة مستقبل مختلف. هي دي الخطورة. عشان كده مجتمع حي ونابض زي المجتمع الفرنسي هو مدرك جدا لقيمة الأساطير، مدرك جدا لقيمة مش شخص زين الدين اسماعيل زيدان، لا، احتراما لتاريخه واحتراما لصناعه المستقبل، لانه في اجيال كتيره هتدي فرنسا وهتنجح في الكره الفرنسيه وهتقدر تساعد على الاندماج حتى بين المهاجرين لفرنسا مع المجتمع بتاعهم زي زين الدين زيدان. فلما تكسر في زين الدين زيدان انت بتكسر في المستقبل مش بس في الماضي. هنا كانت الهبه الفرنسيه وهذه الغضبه الكبيره جدا اللي بسببها اطيح برئيس اتحاد الكره حتى بعد اعتذاره. الراجل عمل اعتذار قال لك كم كانت تصريحاتي حمقاء. قالوا له ولو برضه مش كفايه. انت غير امين على اللجنه التنفيذيه تكتبها وتقول انت غير امين يا استاذ ابراهيم على المستقبل. انت في ترجمتها. لانه الوضع ده لو هنا زي الاخ اللي يقول لك على اسطوره ده كذا وكذا وشرائط مسجله انه كان بيشيله على كتافه. يا حول الله يا رب يا اخي كن ذكورا. مش هقول لك الثانيه. وكم حكيت لنا اهو لنا ومستعدين يعني للحكي بينا وبين بعض حتى مش قدام كاميرات. ما انت كنت بتقول لنا ايه؟ لكن هناك اتعمل ما هو للعلم الفرنسي عبر القوى الناعمه اللي اسمها الرياضه وفي القلب منها كره القدم. هنا كان هيتقال على امبابي لما قال له زيدان انت فرنسا. ما هو ده مهاجر اخر جايبينه مع كنتا كنتي. فاكر انت لما جابوا كنتا كنتي وجد كيليان امبابي؟ ايه يا عم في ايه يا جماعه؟
الاستاذ ابراهيم قال حاجه مهمه، بس انت لو في مكتب وفي شويه ثقافه هتعرف يعني ايه اندماج الشعوب اللي معمول لها مؤسسات دوليه. طبعا المكتب جاي من هنا صحيح. لا قال على فكره الدمج والحضارات، ما هو اي مصائب حول العالم هي صراع الحضارات، ما فيش حل تاني. طبعا طبعا ده اللي شالوا اللي قاعدين جنبي يا استاذ عصام، اللي قاعدين جنبي هم اللي شالوه، هم طيب اللي شالوه. ايه المأمول بقى واحنا بنتكلم؟ ما هو يعني الكلام بيجيب بعضه، لانه انا بتكلم حتى على صناعه الكره في الدول الشقيقه. شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني هي شركه براس مال سعودي. طبعا فالنادي الاهلي وهو بيجتذب في هذه الاستثمارات، انت بتتكلم على بنك ابو ظبي مصر الاول، بتتكلم على اتصالات مصر، بنتكلم على استثمارات عربيه تتدفق على صناعة كرة القدم المصرية من خلال نموذج النادي الأهلي. هو ده النموذج الناجح الجاذب لهذه الاستثمارات يا أستاذ خالد. طبعا يعني طبعا أنت من ما احترمنا كامل في هنا في المجتمع المصري في بعض الحاجات تبقى مشهورة برة بس مش معروفة هنا. يعني شركة المراسم طبعا شركة كبيرة، بنك أبو ظبي الأول بنك كبير، إنما في طبقات كتير أو في فئات كتير ما تعرفش او لم تتطرق للموضوع ده. انما لما ارتبط اسمه باسم بالنادي الاهلي مفيش حد مش هيعرفه حتى المنافسين. بس هو دخلها بابحاث ليه بقى؟ لانه لم يكن يعلن قبلا ان منافسه هو احد الكبار، فما كانش فيه منافسه طبعًا. لما زادت حجم المنافسه وحب يدخل طبعًا. بحث كيف طبعًا. يدخل بقى طبعا شاف مين بقى المنافسة. مين بقى شاف مين؟ محدش هرمي فلوسه زي ما قلنا في الاول. أيه. شاف الاكبر جماهيريا والاكثر تاثيرا والاكثر ثقه والاكثر وصول انك بتوصل للناس. قابلوا برضو ان النادي الاهلي بيقوي ده، بيعزز اي حد يكون شريك ليه، اي راعي للنادي الاهلي هو شريك للنادي الاهلي بيظهر قدام الناس. عشان كده قوه اي حد خاصه في الانديه من جمهوره. جمهوره يا استاذ ابراهيم هو اللي بيدفع كل الشركات ان هي تتهافت عليك. ايوه عشان كده بتلاقي بنك ابو ظبي الاول بيجي لك، بتلاقي المراسم بيجي لك، بتلاقي اتصالات بتدفع اكتر من اي حد علشان تجي لك، وكل الشركات وكل الرعاة التانيين. ليه؟ لانه هيوصل، هو عايز يوصل للشريحه الاكبر، هو عايز يوصل لكل الناس. في بعض الحاجات يا استاذ ابراهيم برضه خلينا ناخدها واحده واحده كده، في بعض الحاجات والدعوات اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا من الجماهير انه خلاص انا النادي الفلاني اخذ شركه او شركه اتصالات اخذت النادي الفلاني، خلاص انا اروح للشركه الثانيه. تمام؟ على فكره دي من ضمن الدراسات اللي بتبقى محطوطه في دماغ الناس والشركات، بتبقى محطوطه في دماغ الشركه الثانيه لو هي عايزه اللي بتبقى بتقرب ناحيتك. طب انا لو هخسر اخسر مين؟ الاقل ولا الاكتر؟ دراسات السوق هي اللي هتقول له. بالظبط، مش الكلام، مش احنا اللي هنقول. بالظبط. وبالتالي عشان كده بنرجع للب الموضوع ان الناس بتتهافت علشان النادي الاهلي. هنا في مكتب الله يعزك، وهناك في لغه الافلام بتاعت زمان اللي هو ايه، داخل المزاد عرقني وامشي. فهو فكرها كده، اروح على المنافس اقول له يا عم مش هتعمل معاه مصلحه ده الناس التانية. لا، الموضوع بحثيه حقيقيه. انت بتقدم انت بتقدم الملف بتاعك كامل، بتقول انا هدفع قد ايه، هديك مزايا قد ايه، بتلاقي فيه المنافس بتاعك في المنافس بتاع الشركه بيقدم عرض انت مش عارفه قد ايه، وبتلفي منافسه بينهم هم الثلاثه او الاربعه او الخمسه عشان بس يكون موجود على شاشه النادي الاهلي، لانه عارف قيمه ده، عارف ده هيضيف ليه قد ايه. فاتمنى عارف الموسم يا خالد ان في نجوم، ما اعرفش انتوا يعني موافقين ولا لا، احترفوا ايهما احتراف ويطلعوا يروجوا ان هو معقوله اتصالات تدي الاهلي وانتوا ما تقولوش للاخر ادي المنافس؟ انت متاكد من اللي بتقوله ده؟ ليه؟ هو ده زمان كانوا بيدونا بهم في الجامعه بطاقه التموين او بطاقه التموين. انت متاكد من اللي بتقوله ده؟ الراجل الشاب الجميل اللي اسمه خالد الاتربي قالها لكم اهو، المؤتمر قالها لكم اهو خالد، قال لك عند الاقتصاد وفلوس الناس اللي بيدوروها دي لن يسقطوا في بئر حتى محبه هذا الشعار او ذاك. طبعا لا، ما هو يا جماعه ما احنا هنروح بعيد ليه؟ هو شركة احنا دلوقتي المسوق الرئيسي للنادي الاهلي المتحدة. لما كانت شركة صلة السعودية، على ذكر برضو المراسم السعودية، لما شركة صلة جت تاخد حق الرعاية للنادي الاهلي حق، ما جاتش للسوق كده اعتباطي. لا، بعدت تعمل دراسة فجابت شركة ابسوس
الفرنسية الأمريكية الكبيرة. اعملي لي دراسة قياس رأي عام على حجم السوق المصري وحجم شعبية النادي الأهلي. أمس سألت لهم في تقريبا 82 أو 79% من الشعب المصري أهلوي. دراسة أعتقد اقتربت شوية من الدراسة اللي كانت عاملاها مركز بصيرة لقياسات الرأي العام، وده المركز المعتمد من مجلس الوزراء. دخلت خبط لما عملها بالظبط. فأنت بتتكلم على قيمة في السوق بهذه الكثافة وهذه القوة. من الطبيعي جدا أن أنت تلاقي النهاردة المراسم، وقبل كده بنك أبو ظبي، وقبل كده اتصالات، وقبل كده جي إل سي، كل هذه الشركات الراعية للنادي الأهلي مش جاية تدفع فلوس في الهواء. هي عندها دراسات لحجم السوق الرياضي تحديدا، وعارفة حجم شعبية النادي الأهلي في السوق، عارفة حجم جماهير النادي الأهلي في كل مكان. هي الناس ما بتشوفش ومدى استفادة دول. عموما هنطلع نروح للمؤتمر، والزميل فاروق صلاح ومريم سميح من قاعة المؤتمر الصحفي لتقديم حفل رعاية شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني للنادي الأهلي. تفضل يا فاروق. الشرف نبدا دائما بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سيد دكتور مهندس خالد بن لادن نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما تتعاظم التحديات في عالم يموج بكثير من المتغيرات، تلوح دوما في الأفق آمال كبار، إذ تتواتر الأنباء والأخبار عن نجاحات وإنجازات يبقى فيها النادي الأهلي قاسما مشتركا ومصدرا للسعادة والإلهام. ولم لا، ونحن اليوم نشهد حدثا جديدا وفريدا من الشراكة والتعاون بين النادي الأهلي وشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني العاملة في مصر منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، شيدت وطورت وأسهمت في نهضة عمرانية تعيشها مصر حاليا وإليها يشار بالبنان. وإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بحضراتكم جميعا في هذه الاحتفالية التي نشهد فيها توقيع عقد الرعاية بين النادي الأهلي العريق
وشركة المراسم الدولية لسنوات أربع قادمة. هذا العقد يشير مجدداً وبوضوح إلى مكانة النادي الأهلي وقيمته التسويقية، فكان الحرص من شركة المراسم الدولية التي تمثل بمستوى رفيع اليوم بقيادة نائب رئيس مجلس إدارتها دكتور مهندس خالد بن لادن ليشهد مع شقيقه الكابتن محمود الخطيب توقيع عقد الرعاية الذي يمثل عهداً جديداً من التعاون بين كيانين عملاقين، فيه تصبح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني راعٍ رئيسي لنادي القرن في إفريقيا النادي الأهلي. ونبدأ وقائع هذه الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن آفاق التعاون. النادي الأهلي كيان كبير جدا جدا، كانت المراسة هي الكيان الذي تم تأسيسه في مصر الحبيبة منذ 25 عاما. ولما الأهلي يشترك في رعاية ويكون هدفه الأول الكيانات الكبيرة والمؤسسات الضخمة الكبيرة الناجحة، امتدادا لرسالة البناء التطوير في جميع مجالات عملنا من إنشاءات وتطوير عقاري وصناعات، وحنحافظ على الكيان العظيم ده ومطلوب دايما منه ان يكون في المقدمة. واليوم نعتبره بداية مرحلة جديدة للتطور والقائم على التعاون مع كيانات العملاق، حيث تلتقي مجموعة المراسم المصرية على أرض الكنانة مثل الدنيا. واحنا سعداء بالصراحة لأنه يملك رؤى وفكر متطور. المراسم الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي. شكرا جزيلا. يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عمله الدؤوب والمخلص لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قيمة النادي التسويقية وعلامته التجارية، سواء بالتعاون مع شركاء كبار أو عن طريق أفكار خلاقة تسهم في استمرار أداء رسالته النبيلة تجاه أبنائه ومحبيه وهم كثر. الكابتن محمود الخطيب فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا وعلى بلدنا بإذن الله وكل بلاد المسلمين بإذن الله. الحقيقة النهاردة يمكن برضو من الأيام الحلوة جدا اللي بتمر في تاريخ النادي الأهلي. أنا النهاردة زي أي مشجع أهلاوي ببقى سعيد وفخور جدا بالنادي بتاعنا. لما النادي بتاعنا او نادينا يعني بيقدم حاجه كويسه او بيعمل حاجه كويسه، اكيد كلنا بنبقى سعداء واكيد كلنا بنبقى فخورين بكده يعني، او يحقق اي انجاز او بطوله. ده بيحصل النهارده، بيحصل النهارده واحنا بنعي عن الراعي الرابع للنادي الاهلي ان شاء الله. لكن على المستوى الشخصي انا سعيد جدا وسعيد اكتر علشان مصلحة الأهلي تتحقق، مصلحة النادي الأهلي تتحقق قدامنا. بنشتغل عشان النادي الأهلي وعشان مصلحة النادي الأهلي، وكمان عشان بيشاركنا في المناسبة دي حقيقة شخصية عزيز علينا جدا وعاشق للنادي الأهلي، هو الأستاذ خالد بن لادن اللي احنا بنرحب بيه وبنرحب بكل أفراد العيلة الكريمة اللي مشرفينا النهاردة وكل الحضور من الشركة الراعية للنادي الأهلي مراسم. نرحب كمان بالإخوة الإعلاميين والمصورين والإحياء والتواجد الكبير جدا اللي أنا شايفه. بنرحب بكل السادة الحضور. في البداية لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى، لأنه بالرغم من الصعوبات الكتير اللي بتقابلنا، وأنا بعني الكلمة دي، صعوبات كثيرة جدا بتقابل النادي الأهلي، بالرغم من الصعوبات دي والتحديات اللي بنواجهها
واحنا بنشتغل عشان نعظم مواردنا ونوفر احتياجات النادي. من نادي الاهلي يا جماعه ما عادش نادي واحد، نادي الاهلي النهارده في الجزيره ونادي اهلي مدينه نصر ونادي اهلي الشيخ زايد ونادي اهلي التجمع غير الفرع اللي احنا النادي الاهلي يعني حاطط اسمه عليه اللي هو فرع الاقصر. الفروع دي كلها او المنشآت الخاصه كلها بالنادي الاهلي مع كمان الفرقه الرياضيه اللي انا شايف كتير جدا من فرقنا الرياضيه موجودين وانا بشكرهم جدا لحضورهم. ماشيين بنحاول ان احنا نمشي في الطريق الصح وبنحاول ان احنا يعني نستكمل حتى الخطه الانشائيه بتاعتنا بالطرق السليمه وبانجاز يتحاكى عليه الناس كلها. واعتقد ان فروع النادي الاهلي والنادي يعني اللي ان شاء الله قريب جدا جدا هيتم افتتاحه اللي هو الاهلي التجمع، اعتقد هو مفخره لكل الانديه الرياضيه اللي ممكن تكون موجوده في الشرق الاوسط. مفيش حاجه كده، مفيش حد، مفيش نادي في الشرق الاوسط عنده المنشآت دي، مفيش نادي في الشرق الاوسط عنده الفروع دي. النادي الاهلي عنده ده لان النادي الاهلي كبير جدا، النادي الاهلي كبير بجماهيره اولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بجماهيره باعضائه بكل الرياضيين اللي فيه بكل الاجيال وكل مجالس الادارات اللي تواكبت على خدمه النادي الاهلي. النهارده احنا يعني بنوصل لمرحله الرابعه في ملف الرعايه، وده واحد من الملفات الرئيسيه بالنسبه لنا. بدانا بشركه اتصالات مصر ثم بنك ابو ظبي الاول مصر وبعد كده جي ال سي، والنهارده بنعلن عن شركه مراسم اللي باذن الله هتكون الراعي العقاري الرسمي للنادي الاهلي لمده 4 سنوات قادمه ان شاء الله. احنا سعداء جدا طبعا بالتعاقد مع شركه مراسم، شركه كبيره في المجال العقاري وليها باع كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي كله. والنادي الاهلي زي عادته دايما لما بيعمل شراكه بتكون شراكه مع الكيانات الكبيره، شراكه تعكس قيمه الاهلي وشعبيه الاهلي اللي موجوده في كل انحاء العالم، وكمان بتعكس قيمه شركائنا اللي هم ايضا مؤسسات كبيره جدا جدا. وعشان احنا اتكلمنا عن شعبيه الاهلي لازم نتكلم عن جمهور النادي الاهلي، لانه جمهور واعي جدا، جمهور عنده وفاء وعاشق لناديه، جمهور عنده وفاء وعاشق لناديه، جمهور بيعلم تماما كل التحديات اللي بتمر امام النادي الاهلي او مع النادي الاهلي. احنا اكيد بنراهن على جمهورنا، بنراهن عليه وهنفضل نراهن عليه لانه دايما في ظهر ناديه، على المره قبل الحلوه معاه. وزي ما بيقولوا واكيد جمهور الاهلي زي ما بيساند النادي وفرق النادي، اكيد برضو جمهور الاهلي هيبقى دور ليه دور كبير مع شركاء النادي الاهلي في الرعايه بتاعته. وهنا كمان مش عايز انسى الحقيقه واشكر الشركه المتحده للتسويق الرياضي، المسوق الحصري لحقوق الرعايه والاخوه القائمين عليها. ومش عايز انسى كمان اشكر كل المؤسسات الوطنيه في الدوله اللي بتساند كل الكيانات الناجحه تحت قياده الساده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. عايز ارجع تاني وارحب بالاستاذ خالد بن لادن واشكر شركه مراسم على تعاونها وحرصها على التعاقد مع النادي الاهلي، وان شاء الله تكون شراكه ناجحه باذن الله وتحقق مصلحه كل الاطراف باذن الله. اما بالنسبه بقى لينا احنا والكلام ده لكل فرد في منظومه النادي الاهلي، كل واحد ينتمي للنادي الاهلي موجود، لازم يا جماعه نشتغل بجد، ولازم اللي احنا فيه النهارده دوت يحفزنا اكتر، مش يهبطنا، مش نكتفي، يحفزنا اكتر. كل واحد مسؤول وببدا بيا انا بنفسي وكل اعضاء مجلس اداره نشتغل للنادي الاهلي فقط، لكل لاعب يشتغل للنادي الاهلي فقط، لكل مسؤول في الاداره التنفيذيه يشتغل للنادي الاهلي فقط. احنا كلنا الشغل ده بالشغل اللي احنا عايزين نعمله
وان احنا نكون مصرين ان احنا عندنا اصرار كبير احنا نعمل شغلنا صح باذن النادي. النادي الاهلي يبقى رقم واحد. اعتقد ان ده يعني نضاعف مجهودنا لخدمه نادينا باذن الله عشان يفضل باذن الله النادي الاهلي رقم واحد، وباذن الله هيبقى رقم واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا الكابتن محمود الخطيب على هذه الكلمة الضافية، كما تعودنا منه دائما لاعبا وإداريا وعضوا بمجلس الإدارة ورئيسا للنادي. أصدق الكلام دائما هو ما خرج من القلب إلى القلب، يعني نبل الشخصية والدأب يعني دفعه وآل على نفسه أن يقطع الحقيقة زيارته إلى الخارج لأسباب خاصة ليتابع أعمال النادي الأهلي عن كثب، وأيضا ليكون في شرف حضور هذه الاحتفالية ومرافقة الدكتور مهندس خالد بن لادن. شكرا جزيلا على كل ما تقدمه كابتن محمود الخطيب. إنه لمن يمن الطالع أن يأتي هذا التعاون وهذه الشراكة مع بداية عام جديد بما يحمله من آمال وتطلعات، وثمة ملمح تاريخي لا يغفله متابع لهذا التعاون بين ناد كبير طالما رفع اسم مصر عاليا وشركة عملاقة أسهمت في تشييد العديد من المشروعات الكبرى على أرض مصر، منها على سبيل المثال لا الحصر مبنى الركاب رقم واحد بمطار القاهرة الدولي، ومبنى الركاب رقم واحد بمطار شرم الشيخ الدولي والغردقة. وفي مجال الإنشاءات الطبية فإن مستشفى المراسم الدولية بالقاهرة الجديدة ومعهد الأورام القومي 500-500 والمرحلة الأولى من مستشفى الدكتور مجدي يعقوب بالسادس من أكتوبر وغيرها من المشروعات العملاقة تقف شاهدة على عظم ما أنجزته شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. وبكل الحب نستقبل المهندس خالد بن لادن، دكتور مهندس خالد بن لادن، نائب رئيس مجلس الإدارة في مصر وفي النادي الأهلي، وأدعوه للتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن دواعي سروري أن أخذ بينكم اليوم في هذا الاحتفال على شرف النادي الأهلي العريق، من وأنا صغير أي حد كان بيسألني أنت إيه؟ أقول وأنا أهلاوي. يسعدني أن أنقل لكم تحيات أخويا الكبير رئيس مجلس الإدارة شركة المراسم المهندس عمر بن لادن، وأشكركم على حضوركم الكريم. وسنة شركة جهود في السوق المصري قبل 25 عام، مضت تحديات في عام '97 في مجال الإنشاءات والمقاولات، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع برؤية نافذة وتخطيط علمي متكامل قادنا في التحويل إلى ميدان التطوير العقاري والعديد من المجالات الداعمة ذات العلاقة والمشروعات المستدامة وصولا إلى أقصى مستويات النجاح. وصولاً بأقصى مستويات النجاح بمشروعات ضخمة تعكس رؤيتنا الإبداعية بمزيد من الأصالة والحداثة، وفي إطار دور شركة المراسم المجتمع ورغبته العميقة في إرساء حقبة جديدة من النجاح
والشراكة مع كيان النادي الأهلي العريق الذي أثبت منذ تأسيسي في عام 1907 أنه حصن الرياضة واقتصادي منيع أمام أعتى التحديات، وما زال يقترح المعجزات والنجاحات محليا وإفريقيا بأسس ومبادئ احترافية ترقى للعالمية وتوازي رغبة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني في كتابة فصل جديد من تاريخ نادي القرن، فإنه يشرفنا أن نكون الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي لسنوات قادمة، سائلين الله عز وجل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور مهندس خالد بن لادي النائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني على هذه الكلمة السريعة لكنها مخلصة وتنم عن عشق كبير للنادي الأهلي. أدعو الكابتن محمود الخطيب للتفضل إلى المنصة بصحبة الدكتور مهندس خالد بن لادن لتوقيع عقد الرعاية. إن شاء الله تكون فاتحة خير وفأل خير على كيان النادي الأهلي وشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، هذه الرعاية الممتدة لسنوات قادمة إن شاء الله. لا، نستأذن حضرتك أن تستمر بعض الشيء قليلا، وهناك هدية تذكارية. الكابتن محمود الخطيب سيقدم درع وعلم النادي وقميص النادي الأهلي أيضا للدكتور مهندس خالد بن لادن تقديرا على بدء هذا التعاون. قميص النادي الأهلي الجديد خصيصا للسيد الدكتور مهندس خالد بن لادن من الكابتن محمود الخطيب تقديرا لشخصه الكريم ولهذا الكيان الكبير. بدوره يتفضل سيد الدكتور مهندس خالد بن لادن بتقديم درع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تقديرا أيضا لشخصه ولقيادته لنادينا العريق ولهذا التعاون المثمر بإذن الله. الآن أدعو المهندس سيف الوزيري أستاذ محمد يحيى لطفي للتفضل إلى المنصة. السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤوليه
سادة مسؤولي شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني للصعود إلى المنصة لالتقاط صورة تذكارية بصحبة الكابتن محمود الخطيب والدكتور خالد بن لادن. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. والخير العميم على الكيانين، الشكر جزيل وموصول لحضراتكم جميعا، وكل الأمنيات الطيبة بأن يحفظ المولى سبحانه وتعالى بلادنا وأوطاننا. شكرا جزيلا، ونتمنى لحضراتكم عشاء هنيئا طيبا. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، وأكيد التهنئة موصولة لشركة مراسم الدولية للتطوير العمراني على توقيع هذه الاتفاقية كراعي رسمي، الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي لأربع سنوات قادمة. لما تشوفوا المهندس خالد بن لادن وهو بيقول لك النادي الأهلي الحصن الاقتصادي والرياضي المنيع اللي أثبت مها مع كل التحديات والظروف أنه نادي بطل ونادي القرن ونادي قادر على أنه يقدر يكون صامد من 1907 بيحقق كل البطولات وبيكون في صدارة المشهد الرياضي باستمرار. أستاذ عصام، أعتقد كلمات مهمة جدا سواء من الكابتن محمود الخطيب أو من المهندس خالد بن لادن. صحيح، كلا الرجلين يعني أوفيا حق الآخر كمؤسسة. أيوة. لكن الحقيقة أنه كمان الدكتور مهندس يعني خالد بن لادن قال حاجة تنم عن احترافية بحب. تحدث عن أن الأهلي الكبير، الأهلي الأسطورة، الأهلي نادي القرن، ولكن قال ربما لا تعرفوا أن احنا أهلوية. أيوه. يعني خلط بين شجاعة الرجل الذي يريد أن يقتحم السوق بقى شعبيا، لأن هو عنده ما شاء الله مشروعات عملاقة ومشروعات حساسة جدا عشان الجمهور يبقى عارف، مش أي حد، إذن دول ناس مصدر ثقة عند الدولة المصرية، وبالتالي أراد أن يكون موجود في تنمية مصر عبر القطاع الأكبر وهو النادي الأهلي. فدي تبين حجم الحماسة للعمل كشريك. أيوه. مع النادي الأهلي، وتبين. أيوه. أن النادي الأهلي دايما يا أستاذ إبراهيم زي ما حضرتك قلت. وخالد أكدها، إزاي بيخلي الشريك في غاية الإقبال بالأرقام والقوة قبل أي شيء، وبقوته يعني وبقوته الفاعلة في السوق. صح. أيوه. في قطاعه. أستاذ خالد، كلمات مهمة جدا من مسوق عقاري كبير وشريك عقاري رسمي للنادي الأهلي، وده يؤكد ويدلل إن أو بيدل على اللي احنا قلناه. إن مفيش حد بيروح يدفع فلوس أو عايز يدفع فلوس إلا لما يكون عارف هو بيحط فلوسه فين، عارف عايز إيه، كمان بيستهدف إيه. هو موجود بقاله سنين طويلة في السوق المصري، السوق العقاري المصري، انما لما حب انه يكون موجود على كل لسان راح فين؟ راح للنادي الاهلي. هيدفع ده لو هو حب، لو اي حد مكانه حب انه يوصل للتاثير اللي هو احنا بنتكلم فيه النهارده، ان كل مواقع، كل الجرايد، كل السوشيال ميديا، الكل بيتكلم على شركه مراسم العقاريه. لو هو حب انه يعمل ده بفلوس، يعمله بكام؟
وده امتى؟ ده يوم ما بالك من 4 سنوات اللي بيرتبط مش بس الانتشار ان هو يكون اللي مقرون بالنادي الاهلي اللي اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي دي حقيقه قاطعه. اللي اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي هو الكسبان بس ده على ارض الواقع حقيقي مش اي كلام بيتقال في مؤتمرات صحفيه ولا بيتقال في استوديوهات لا بالحسابات وبالارقام وبالقياسات النادي الاهلي اي حد او بيضيف لاي كيان بيسعى اليه. النادي الاهلي بيكون مصدر قوه لاي حد بيرتبط بيه انما لان قوه النادي الاهلي هو قوته في جماهيريته وبالتالي المستثمر عايز ايه قوه غير الجماهيريه مش عايز قوه اكتر من الجماهيريه لان الجماهيريه بتجيب كل شيء يا استاذ ابراهيم مش العكس. طيب على ذكر الجماهيريه عصام الكابتن الخطيب وهو يقول لك انا زي اي مشجع اهلاوي محب للاهلي زي اي مشجع اهلاوي ببقى سعيد جدا لنادينا صارت من هذا النوع اللي هي بتؤهل وتكفل النجاحات الرياضيه. اولا لسببين، السبب الاول انه ده مقياس نجاح ومش نجاح مجلس الخطيب بس، نجاح المنظومه دي على مدار تاريخها وحاضرها وان شاء الله استشراق مستقبلها. انه ده راجل معجون اهلي وابن النادي الاهلي وكان عنوانه عائله الاهلي، ده سبب للفرحه. الفرحه الثانيه انه ما يؤدوه بقى كقطاعات اداريه ويعني معلش مش هتلاقي غير النادي الاهلي تقريبا متفردا يعني انا بتكلم عن الرياضه يعني ربما في اجهزه اخرى في الدوله ده بيؤخذ بيه اللي هو العاملين على الملفات هم اللي بيوقعوا. يعني النهارده لا اكيد ان الدكتور خالد بن لادن مش معاه المسؤول اللي يواكب دكتور سعد والا لوقع دكتور سعد وهذا المسؤول وفي رعايه الخطيب والمهندس خالد وبالتالي دي الروافد اللي الاهلي عايش عليها دي الحاجات اللي بتهم المسوق العقاري او المسوق الفون او اي حاجه بقى زي ما انت عايز تقول قول. لكن كمان حمايه الجماهيريه دي ما هياش فقط العددية والأكثرية وكذا، هي كمان ضمانة أن لديك الآن من يستطيع أن هو يروح وراك ومش هيبقى بيغامر، بالعكس هو عارف أنك أنت لو تتمنى التسويق في العقار أو حتى لحسابك أو للاستثمار تعرف النادي الأهلي مش هيختار إلا صح. والدليل أن الأهلي حتى حين كان في فترات سابقة المحبين الأهلي لم يضبط يوم واخد من المحبين فلوس، الأهلي كان يأمل أن هناك رئيس فكري أو كذا فيتقدم بمشروع صالة الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله افتتحها محمد عبد الله الفيصل كذا فيعمل وكذا أسهم. يمكن أنا وحضرتك كنا في 97 لما عرفنا أن الأسهم دي كتبت باسم محمد صالح سليم بالزبط. أسهم في أحد أهم فنادق القاهرة قال له لا تحول باسم النادي العم سعيد سيدهم رحمة الله على الجميع. وبالتالي لا ده يا جماعة ده تاريخ فيه ضمانة للنجاح. وانت قلت حاجة مهمة، شوف الاستفتاءات الجماهيريه كم بكام، استبعد اسامي لعيبه الاهلي وشوف نجوم اخرين لما بحب العبك بروح جايب لك هو ب 96 مش لعيب انا عشان بس ده يبقى رهان انا على جماهيريتي انا وان انا ما بعملهاش علشان انت بتضغط عليا بس ده الاهلي. الاهلي عمره ما كان باطش رغم انه يمتلك يعني مواد البطش. ليه؟ لانه بيعرف ان العمل وضمانه النجاح الاستمراريه، مش تتقطع كل كام سنه تلاقي ايه فتاخد سنه فتقعد تقول ما هو اللي فات كان ظلومه واللي جاي مؤامره. لا 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 لا، الاهلي يا جماعه في حته تانية. الضمانه اللي الناس دي قالتها النهارده بامانه شديده ربما لانه الذي تحدث هو رجل يملك اسهم المهندس خالد يعني تحديدا لان هو الشريك اللي قتل النادي الاهلي يملك اسهم الاثنين، شخصيه عربيه محب ثم يريد ان يفعل ما تريده يا استاذ خالد في الاستثمار ان يحقق اعلى ربحيه لشركاته. جمهور الاهلي الكابتن خطيب كان واضح في كلمته وهو بيخاطب جمهور الاهلي، انتوا اللي ليكوا حق علينا واحنا لما بنعمل اي حاجه انا كمشجع اهلاوي بكون سعيد ان احنا بنعمل اللي يسعد جمهور الاهلي اللي زي ما الكابتن خطيب قال لك اللي دايما مع الاهلي على المر قبل الحلوه. علاقه الاهلي بجمهوره هي علاقة لا تقبل المزايدة ولا تقبل التوجيه من رئيس أو من مسؤول إلى جمهور أبدا. ليه؟ لإيمان الرئيس أو العضو أو أي مسؤول في النادي الأهلي أنه قبل ما يكون مسؤول هو واحد من جماهير النادي الأهلي. بالظبط. وبالتالي فلا عنده الحس الجماهيري والشعبي. هو واحد من جمهور النادي الأهلي وليس دخيلا عليهم. هو عارف بيفرح بإيه؟ بيزعل من إيه؟ هو عارف
النادي الاهلي عايز ان النادي الاهلي يوفر لفريقه كل عناصر كل مقومات النجاح. جمهور النادي الاهلي في كل فتره انتقالات اكتر جمهور بيكون ملح على اداره ناديه في الصفقات، وتعلن عن صفقه يقول لك يا عم فين المهاجم، وتعلن عن المدافع يقول لك فين الجناح. هو جمهور متطلع بطبعه، هو جمهور شايف ناديه طول عمره بيوفر له ده. أيوة. هو عايز طول الوقت عايز ده. جمهور الاهلي مش غير بالنسبه لي غير ملام على تطلعاته، لان في الاول وفي الاخر المسؤول اللي قاعد على الكرسي ده هو اللي عوده على كده، فما تزعلش منه لما يطلب منه ده. لانه هو حاسس، هو خايف، هو انت اللي بنيت سقف طموحه ده. هو حابب، هو اللي فتح له ده، هو حابب ده، هو حابب يشوف النادي الاهلي في المكانه دي. هو أيوة. عشان كده انا بقول لك. وعلى فكره واللي بيعزز ده كلام الكابتن محمود الخطيب النهارده، هو بيقول لك انت دورك صح، انت مش غلط، انا مش زعلان منك بالمناسبه، انا بشتغل وعايز انك تكون مبسوط حتى ولو كان صوتك عالي، حتى لو كان ضغطك عليا، انا عمري ما هلومك ولا عمري هغلط فيك. عشان كده ولا مره حد خرج قال ها انتوا مستعجليننا ليه؟ لا ما حدش قال، ما حدش ولا حد هيقول، لانك انت اصلا مصدر قوتي، انت اساسا مصدر استثماري، انت مصدر تسويقي، انت كل حاجه. صح. وبالتالي حتى ولو كان هناك بعض الاصوات اللي بتبان ان هي زعلانه او ضدك او ايا كان، هو مش ضدك، هو عايز انه اللي انت عودته عليه يكون موجود. وبالتالي ده الطبيعي واللي المفروض انك تحتويه، بس الاحتواء الحقيقي بتاعنا مش الاحتواء الثاني. طيب استاذ عصام، الكابتن خطيب النهارده وهو بياكد ويركز على شكر الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام الدولة ودعمها لكل الهيئات التي تعمل بالجدية الكاملة لخدمة مصر، وشكره أيضا للمهندس سيف الوزيري والمتحدة كمسوق المتحدة وممثل المتحدة سبورت طبعا في نفس الوقت. اتساق الأهلي مع الأهداف العامة دي، ما اتساق الأهلي يا أستاذ إبراهيم لم يعني ندرك في أي أوقات وإحنا طلبة وإحنا صحفجية انه بيلعب على وتيره انه يبين حاجات او يقول حاجات او يزايد على حاجات. الاهلي اساسه وطنيه، خلاص خلصان، بشياكه جدا جدا، مش محتاج اكتب يافطه ان انا وطني اساسا. حضرتك اكتب كده وشوف هتلاقي معمول للشباب المصريين في مواجهه الانديه التي ارتدى الانجليز واعوانهم، وش كده وش كده، فمارس هذا. النهارده لما من عند اعلى نقط الدوله من فقامه الرئيس ويتقال مرة ومرة ومرة، خاصة في لقاء مع ذوي الهمم، فليذهب ولد أو بنت من أولادنا إلى النادي الأهلي فيقول لهم حابين النادي الأهلي والخطيب، النادي الأهلي والخطيب. لما الخطيب يطلع ويقول ده، اللي هو بيرى إنه التسويق للدولة المصرية مش إن أندية رياضية تطلع طول الوقت تقول علاقتها إيه بالنظام. ده مش كلام لوجيك، ده مش كلام لوجيك. لو حد عارف تمن البلد دي ده مش كلام لوجيك. لكن الدولة المصرية بتعمل ايه؟ بتصنع الاهم لقواتنا الناعمة ان شاء الله، زي ما بتحاول ونسمع صدى ده ان شاء الله بقرار سيادي لتصويب قوتنا الناعمة الرياضية وفي القلب منها الكروية، ان شاء الله المسرح عائد وكذا، لانه ده اللي بيسرق مننا ويخطف مننا. وحضرتك تقول لي سعادة فلان والتاني يقول لك الوزير العلاني وده يقول لك كذا، اشمعنى احنا اللي عمالين نقول للناس كده؟ وغير مسموح ان انت تنتقد نادي اخر او تتكلم مع حد اخر او تتبرع لنادي في بلاد اخرى. هذا هو الاهلي الذي يؤكد انه بيشكر الرئيس رأس الدولة ومن ثم رئاسة الوزراء التي يحول لها كل ملف. يا جماعة الموضوع واضح جدا، هو في حاجة اسمها الاهلي ضد البلد؟ ايه الكلام ده؟ انا عايز افهم يعني ده، ولا في البوليت زمان كنت تقدر تبقى ضد العمده. طب على ارض الواقع بقى يا استاذ عصام، هو مين دلوقتي اللي على ارض الواقع بيفيد البلد؟ ما تيجي نحسبها بالارقام ونشوف مين اللي بيفيد البلد. الواجهه الرياضيه، الواجهه الرياضيه اللي تليق، اوعى تاخدوا كلامهم بجد بقى، اوعى تاخدوا كلامهم بجد. اولا مين اللي جاله الرعاه من بره؟ شركه المراسم دي منين؟ بنك ابو ظبي الاول ده منين؟ كلها شركات عربيه اللي جاله من بره وعندها حصص انترناشونال، وكم شركه نفسها تيجي تعمل زي الشركات دي؟ كانت هي دي قيمه الاهلي. ثم يعني مين اللي بيمثل يعني مين اللي بيمثل محتاجة افريقيا دلوقتي؟ بلاش، مين اللي بيمثل مصر دلوقتي؟ شاء من شاء وابى من ابى. مين اللي بيمثل مصر في كاس العالم للانديه؟ مين اللي موجود؟ مين اللي هو لما بيتقال الاهلي بيتقال الاهلي ايه؟ الاهلي الافريقي؟ لا يعني في اقل تقدير المصري او من مصر للتعريف الاعلامي يا سيدي. فكره ان في بعض الناس شايفه ان ده
بيقلب عليهم آلام نفسية مش موضوعنا، مش قصتنا، قصتنا الحقيقية هو الأهلي المصري، هو النادي الأهلي الذي يعمل في مصر والذي يخدم مصر. بس انت عارف كمان هو مين اللي بيدي المنتخبات؟ لازم الناس تعرف انه اذا كان اللي يتقال ان انت الاهلي مش من البلد دي وضد البلد دي، طب واللي سايبينه دول سايبين منه ليه يعني؟ هو الاهلي ده عتريس. طيب ودهشنا المزيد من دعم فكره الرعايه والتسويق الرياضي يا استاذ عصام، الكلام ده بيفرض على النادي المفروض خطوات كبيره جايه طبعا طبعًا. ويوصل الجمهور وبيرفع سقف تطلعات وتوقعات الجماهير. بس الاهلي هيعاني بقى مع المؤسسات الصغرى في اداره الرياضه المصريه. في ايه بقى؟ في ضمانه الحقوق. زي ما لسه كنا بنقول في بدايه مقدمه مع حضرتك، ازاي ادخل اعلى جمهور عشان ابقى عندي مدخول تذاكر كبير جدا؟ ما انا مش معقول اقعد استهدف ده وانا عمال اخد من الاصل. مش هينفع، مش عاده الاهلي. الاهلي عوايده الاستثمار، استثمار الشعار. وبالتالي لابد بقى من الاجهزه دي انها تشتغل، ولابد انه يعرفوا انه يقينا الدوله المصريه الرئيس بيصحى الصبح والظهر وبالليل يقول ما فيش حاجه اسمها حد ياخد، بس الكل يجب ان يعمل، كله يعمل. خلاص بقى اعملوا، قدموا بقى يا رابطه مشروع دليل الخيرات للدوري والحاجات، اتحاد الكوره يجيب لجنه حكام، يعني الاشياء احلى نسخه من رقابه الملاعب، اعلى نسخه من كل حاجه في كل حاجه. على فكره في ناس كتير في الادارات الكرويه جديره بالاحترام، بس تشتغل بقى، ما قلناش لا. صحيح صحيح. استاذ خالد، مراسم الراعي العقاري الرسمي للنادي الاهلي اضافه قويه لشركاء النادي الاهلي. بالطبع اضافه قويه، وشركه كبيره، شركه مش مجهوله المصدر، شركه معروفه عندها شغل في السوق المصري بقالها سنين طويله. يمكن ان ده بالنسبه للجمهور مش واصل قوي لفئات الكوره، او مش طبعا يعني اقصد حتى المشجعين البعيد عن السوق العقاري. أيوة. انما في السوق العقاري شركه مراسم شركه معروفه جدا، شركه لها مشاريعها الكبيره اللي سردها هي، بس لم تاخد تجارب شعبيه قبل كده. يعني هي صارت المطار، صارت الاماكن الحساسه، لولا ثقه الدوله بهذه المؤسسه العربيه طبعا مش هتاخد عمليات بالحجم ده. لما حب يروح السوق، لما حب راح للنادي، راح للنادي الاهلي، اختار النادي الاهلي. وبالتالي هي اضافه للاثنين، اضافه للنادي الاهلي واضافه لشركه مراسم. بس عشان انا اهلاوي، ولو سالت الناس اصحاب الشركات ورؤساء مجلس اداره الشركات مين المستفيد الاكثر، هيقول لك انا طبعا، مش انا الاهلي، هم طبعا. ده المؤكد، لانه دايما المرتبط بالاهلي كسبان. دي كانت التغطيه الخاصه للمؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه النادي الاهلي عن توقيع عقد الشراكه مع الراعي العقاري الرسمي شركة مراسم الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي لأربع سنوات قادمة. كنا سعداء مع حضراتكم أستاذ عصام شلتوت، كنا سعداء بيك، وشكرا جزيلا ليك. الرابع أستاذ خالد التريبي، شكرا جزيلا ليك. عقبال السادس إن شاء الله يا أستاذ. انتظارك في السادس، عدى الخامس إن شاء الله. بص بيحن للسادس. لا ده لئيم. شكرا جزيلا لحضراتكم، ويبقى النادي الأهلي دائما القوة الجاذبة لكل هذه الاستثمارات القوية فقط علشان جمهور الأهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم.